ازيكم؟ عاملين ايه؟ كله تمام؟ اظن كل حاجة تمام بإذن الله وهتبقى افضل دائما. مصر هي ام الدنيا وست الدنيا وكل الدنيا. انا في رأيي مصر هي الدنيا كلها، وده ما فيهوش اي انحياز او تعصب مصري يعني خالص، الواقع بيقول ده. البعض بره كان بيراهن على انه المصريين والانتخابات، فشافوا اقبال عظيم. الناس كانت بره في بعض الأماكن، في بعض الدول، بعض الحكومات، بعض الأنظمة الخارجية شايفة أو بتراهن على العكس تماما. فكان المصريين زي ما كنت بقول لزميلي مصطفى، هم ما فيش أي انبهار بالموضوع. هو دي طبيعة المصري، المصري عارف هو عاوز إيه، المصري عارف كويس الأخطار اللي حواليه، المصري فاهم كويس جدا، المصري عارف طريقه وبيمشي عليه. تحصل هزات، تحصل شوية لخبطة، عادي. ساعة الجد تلاقي المصري زي ما انت شايف كده في الانتخابات، ساعة الجد تلاقي المصري زي ما انت شفت قبل كده وهو يتظاهر لأجل الشعب الفلسطيني، هتلاقي المصري زي ما حضرتك شايف برضو شبان وشابات زي الفل واقفين على معبر رفح. دلوقتي بقينا بنتكلم على التلات منافذ، بنتكلم على رفح وبنتكلم على العوجة وبنتكلم على كرم أبو سالم، شبان واقفين عز الشمس، عز البرد، عز المطر، أي حاجة، ولاد وبنات زي الفل، لا يكلوا ولا يملوا، وبيعملوا ده بمنتهى الإخلاص والإيمان. دي طبيعة المصريين. المصريين يعلموا أي حد الإيمان بالهدف والقضية. فتلاقي إن الانتخابات الرئاسية في هذا المشهد المهيب الحقيقة والمهم جدا، واللي دلالاته أنا أظنها بالعشرات، هي خير عنوان للجمهورية الجديدة. لازم تشوف المشهد أيضا في الخارج، مش كان في جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتشوف مصر وهي واقفة، تشوف سيادة السفير سامح شكري وزير الخارجية، تشوف مندوب مصر الدائم وهم يتحدثون عن الموقف والمشروع وإزاي نقدر نحصد تصويت أكبر من التصويت في الجمعية العمومية الطريقة التي عقدت قبلا. المرة دي احنا بنتكلم أظن على 152 أو 153 دولة موافقين على المشروع المصري الموريتاني الخاص بالوقف الفوري لإطلاق النار. خد بالك، يعني زدنا تقريبا 30 دولة تقف إلى جانبنا لأجل هذه القضية العادلة، قضية بمنتهى العدل إنسانيا قبل ما تبقى سياسة. تمام؟ طيب ده موقف المصريين. ما احنا هنا بنتكلم يا جماعة على انه السادة الأجلاء اللي انا كنت لسه بذكرهم، سواء وزير الخارجية او مندوبنا الدائم، ما هم دول عنوان للدبلوماسية المصرية، مصريين. فخامة الرئيس عنوان للدبلوماسية المصرية لأنه رئيس مصر. المصريين نفسهم المواطنين وهم واقفين شبان على المعابر علشان يوصلوا كل شيء، المصريين وهم يتظاهرون لأجل القضية، المصريين وهم بيكتبوا على السوشيال ميديا، الكتاب والصحفيين المصريين اللي بيعرضوا القضية بمنتهى منتهى الحرفية والمهنية والضمير الوطني والإنساني. دول المصريين، مش عايز حد ينبهر على الإطلاق. ودول المصريين اللي عدوا كل ما حدث في تاريخهم، وكانوا دائما يقفون عمالقة مردة أمام العالم، ولا حد يقدر يكسر لهم إرادة. أفكرك بزمان في 30/6 العالم كله كان واقف في وشنا بأمر الله. أولا المصريين برضو إرادتهم هي اللي اتحققت، وذهب الإخوان إلى مزابل التاريخ، ولسه يعني لسه فاضل كده الفلول الباقية المتناثرة، ولسه بس الإرادة المصرية غلبت بأمر ربنا. نفس القصة لما تيجي تشوف المصريين في 2014، المصريين وهم في 2023 وهم واقفين لأجل قضية الصراع العربي، وهم واقفين لأجل بلادهم في انتخابات رئاسة الجمهورية الجديدة، واللهم ولي من يصلح. الانتخابات وكل هذه المشاهد هي عنوان حقيقي الجمهورية الجديدة. بلد قوي سياسيا، بلد قوي اقتصاديا، بلد قوي على مستوى الجبهة الداخلية، بلد قوي على مستوى القلب الصلب ألا وهو القوات المسلحة المصرية، بلد قوي على المستوى الدبلوماسي، المستوى الرئاسي، بلد قوي في كل عناوينه وفي كل ملفاته. وانتظر الأفضل دائما. اوعى تظن أن العالم من الممكن أن يمتثل لإرادة أو رؤية أو وجهة نظر لبلد ضعيف على أي مستوى. العالم لا يمتثل إلا للأقوياء، وأنا دايما أقول لك كده، العالم لا يمتثل إلا للأقوياء. الأقوياء لأنه أولا إحنا عندنا منطق، الأقوياء لأن إحنا عندنا حق،
الأقوياء، لأن احنا اشتغلنا حقيقي على كل الملفات اللي أنا قلتها لك في كله داخلا أو خارجا، السياسة الخارجية السياسة الداخلية، دي مصر ودي الدولة. طيب خليني أنا أخد معانا على التليفون أستاذ سامح عاشور. ألو. أيوة أستاذ سامح عاشور، عضو مجلس الشيوخ. أهلا بيك أستاذ سامح. أهلا بيك أستاذ. إزاي حضرتك؟ أهلا بيك حبيبي. أستاذ سامح، يمكن مهم عندنا أن احنا نسمع قراءتك أو نفهم قراءتك للمشهد الانتخابي في الانتخابات الرئاسية الأخيرة. كيف قرأ الأستاذ سامح عاشور هذا المشهد؟ أنا الحقيقة لي وجهة نظر قد تختلف قليلا عن الرؤى اللي موجودة، لكنها أكثر وضوحا، أن هذه الانتخابات بطعم الحشد الوطني لصالح الأمن القومي المصري، مش بطابع انتخابي تصويتي. قد تكون المعركة الانتخابية بحسابات الانتخابات محسومة، لكن الذي يحتاج إلى حسم هو الموقف المصري الثابت من الشعبي المؤيد للقيادة السياسية في مواجهة إسرائيل وفي مواجهة أطماعها وفي مواجهة محاولة تهجيرها للشعب الفلسطيني وفي مواجهة تصفية القضية الفلسطينية باستخدام كل الأدوات الدبلوماسية والعسكرية. الشعب المصري نزل الانتخابات دي علشان ينتخب الأمن الوطني المصري ويعلن أنه مصطفى في هذا المكان وفي هذا الموقع. الدلالة الرئيسية في هذا الحشد مش تصويتي بس، لا، الدلالة هي انتخاب الأمن الوطني المصري وإعادة تجديد الثقة في القيادة الوطنية من أجل حماية أمننا في مواجهة إسرائيل، وأيضا إشارة للقائد إنه إحنا جاهزين للوقوف في هذه المعركة، مش هنفرط لا في فلسطين ولا في سيناء ولا في كرامتنا ولا في مقدساتنا. طيب دي قراءة برضو فعلا هي فعلا مختلفة وقراءة رائعة كما جرت العادة. طيب بتظن انه هذا المشهد يمكن احنا وصفناه انا وزملائي بانه احد عناوين الجمهورية الجديدة او هو عنوان واضح للجمهورية الجديدة، تشوف العنوان ده ازاي استاذ سامح؟ اشوفه انه الجمهورية الجديدة بتجري منذ سنوات، يعني عملية بنائها وتأسيسها شغال. العنوان الجديد للجمهورية الجديدة أنها جمهورية مواجهة وجمهورية صمود في مواجهة مخطط مرسوم أدركته القيادة المصرية بوعي شديد جدا في أنه مصر ممكن أن تكون أداة لطعن القضية الفلسطينية والتصفيق، وهذا قد حذف من قاموس السياسة في العلاقات بيننا وبين أي دولة أجنبية موجودة بتعامل من أمريكا أو إسرائيل أو غيره. الأمر الآخر أنه لأول مرة الحقيقة أن الشعب المصري يشعر أنه قيادته بتتكلم بلا استحياء على الصلابة التي يجب أن تكون في مواجهة التغول الصهيوني. منذ سنوات ما سمعناش خطاب عنيف في مواجهة إسرائيل، ولا حد ولا واضح ولا ثابت. كانت حسابات السياسة بتقول أصل أمريكا، أصل كان بديبت، أصل الاتفاقيات، أصل المصالح، أصل القضايا. لا، المرة دي القضية الوطنية واخدة بعد رائع ومؤيد من الشعب المصري. وأنا يعني أنا بقول إن 65% أو 62% من الحضور دي قليلة جدا على الشعب المصري، لكن ما كانش ممكن توصل لها إلا بهذه القضية وبهذا العنوان. وأنا قلت في أحد البرامج السابقة إنه لو كان متاح، لا وده جديد يا سيدي، لو كان متاح للأطفال أن تفوض في هذه المعركة الانتخابية لشهدت إقبال يتجاوز 100% من هذا الجيل. الجيل الجديد ده اللي طالع من تحت سن 18 سنة بيتكلم عن قضية فلسطينية بأروع ما يكون الخطاب، يعني كأننا قاعدين ندرس له بقى لنا 100 سنة يعني إيه القضية الفلسطينية والتفاصيل، فهموها من 7 أكتوبر اللي فات لغاية النهاردة. صح، أنا معاك 100%، وفعلا مسألة قراءتك للأجيال الجديدة أنا أراها فعلا في منتهى الدقة إذا يعني كان مسموح لي أن أنا أبدي رأيي في هذا الموضوع. أشكرك جدا جدا يا أستاذ سامح، كل الشكر أستاذ سامح عاشور عضو مجلس الشيوخ المصري. يمكن دي بعض الصور لأستاذ سامح وهو يدلي بصوته داخل لجنته الانتخابية. الكل بالمناسبة لازم يبقى شايف وراصد شكل التحرك المصري بشكل عام. بصوا يا جماعة، احنا من سنين طويلة جدا، يمكن
عمري كله قبل 2014 ما كناش بنشوف انه في التوافق المتطابق، خد بالك بقى مش التوافق، التطابق في موقف القيادة السياسية، موقف القوى السياسية والمعارضة، موقف الإعلام، موقف الجماهير، الرأي العام العادي جدا. لأول مرة نشوف التطابقات دي، لأول مرة، وده في حد ذاته بقدر ما هو رائع بالنسبة لنا احنا كمصر، بقدر ما خد بالك مزعج لقوة كتير في الدنيا، مزعج إلى أبعد الحدود. لو متصور إن في ناس بره ملايكة وعايزين لنا انسى. طب خليني هنا أخد معانا على التليفون الكاتب الصحفي الكبير أستاذ عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة الشروق وعضو مجلس الشيوخ وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني. أهلا 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 يا أستاذ عماد. اهلا بيك يا استاذ يوسف، تحياتي ليك وكل الساده المشاهدين. اهلا بحضرتك استاذ عماد. انا مصر ان انا اشوف القراءه بتاعه شخصياتنا العامه وكبار كتابنا وسياسيينا للمشهد الانتخابي، ويمكن من وجهه نظري هو لا ينفصل عن المشهد السياسي داخلا وخارجا، اقليميا او على المستوى الدولي. نعم اتفق معك يوسف. ما حصل في الثلاث ايام دول طبقا لما خرج من مشهد شفناه بعينينا أو انطباعات عامة شفناها أو مؤشرات أساسية. نحن هنا نتحدث عن شخصية الرئيس الفائز، هو معروف بنسبة يعني تكاد تكون 100%. نحن نتحدث عن الظواهر والدروس التي أحاطت بهذه الانتخابات وجعلت فيها مفاجآت بالنسبة لنا كبيرة جدا. المفاجأة الأولى أو الدرس الأول هو البداية القوية غير المعتادة في كل الانتخابات في مصر، اللي بتبتدي هاديه جدا ويبقى الزحام والشده والاندفاع في اللحظات الاخيره. احنا في هذه الانتخابات كان فيه ضربه بدايه قويه جدا جدا، بعد يوم ونص كان طبقا للهيئه الوطنيه للانتخابات في 45% من الناس صوتوا، وده اعلى من انتخابات 2018 وتقترب من المرحله الاولى من 2012. ثم وبالتالي فالمتوقع، يعني انا هنا لا اذيع اخبار، لكن على الاقل في يوم ونص الثاني على الاقل يبقى فيه 55%، فيبقى عندنا نتيجه على حد وصف رئيس الهيئه الوطنيه للانتخابات تاريخيه، وعلى حد وصف اخرين تفوق التوقعات. دي الملاحظه الاساسيه، انه فيه اكبر نسبه مشاركه سياسيه في انتخابات رئاسيه تعدديه في مصر. ده موضوع في منتهى الاهميه. نمره اثنين هو عوده الروح للاحزاب المصريه وبدء عمل حقيقي على الارض فيما يتعلق بحشد الناخبين كل في حملته، سواء المرشحين الثلاثه الحزبيين او الاحزاب الداعمه للمرشح الرئيسي فتح السيسي، خصوصا مستقبل وطن وحماه وطن. كان في جهد حقيقي وصل الى حد يعني مش بس التنسيق، التنافس الحزبي في من القادر على الحشد اكثر من القادر على تحريك ماكينته الانتخابيه. وهنا دي نقطه مهمه. نمره ثلاثه هو عوده الاعتبار للسياسه، بمعنى انه المرشحين بينطلقوا من انتماءات حزبيه، ودي مسألة في منتهى الأهمية. صح. في حاجات كثيرة يعني ممكن نتكلم فيها، منها الشباب وده متغير جديد. الرسالة طبعا الموجهة لمن توجه له هذه الرسالة، رسالة الحشد الكبير أو نسبة المشاركة الكبيرة سواء في الداخل أو في الخارج. يعني في كثير من النقاط ممكن نتكلم فيها. طيب يعني اختار لي نقطة تتكلم فيها عشان مش عايز أقفل بصراحة. طيب النقطة الأساسية أظن أن هذه المشاركة الكبيرة هي درس مهم لكل الذين قاطعوا أو شككوا في المسألة، لكن الدرس الأكبر هو أظن هي ستكون داعمة جدا للموقف المصري فيما يتعلق بغزة والحرب الوحشية الإسرائيلية على غزة والمخططات التي صارت واضحة من إسرائيل ومن يدعمها فيما يتعلق بمحاولة تصفية القضية الفلسطينية. أن الشعب المصري، أنا أظن الشخصي أن عامل غزة هو العامل الأكثر دفعا في نسبة المشاركة العالية، يعني ممكن تقول في 10 أسباب دفعت المصريين للنزول بهذه الكثافة، نمرة واحد ونمرة اثنين ربما يكون غزة والأخطار التي يشعر المصريون أنها تهدد بلدهم وحدودهم أو المحاولات التي تحاول التأثير في الأمن القومي المصري وحاول تصفية القضية الفلسطينية. دي نقطة في منتهى الأهمية بتدي رسالة مهمة للخارج انه البلد دي متماسكه، البلد دي قويه، البلد دي مش منقسمه فيما يتعلق بالموضوع ده تحديدا. موضوع الامن القومي المصري اللي هو يعني للمره الاولى من فتره طويله جدا يبقى فيه موقف الدوله والحكومه والشعب والاحزاب والمعارضه متفق عليه تماما
وهو التصدي للمخططات الرامية إلى حل القضية الفلسطينية على حساب مصر. عظيم جدا جدا جدا، نتفق معاك جدا في المساله ده يا استاذ استاذ عماد. واتمنى بقى والنبي ما تكسر بخاطري، انا عايز تبقى موجود معانا فور اعلان الهيئه الوطنيه للانتخابات عن النتائج والارقام والنسب، في يومها تبقى موجود معانا، انا حاجز من دلوقتي. طيب انا انت اخي وصديقي والقناه الاولى من يعني القنوات المحببة إلى قلبي، قناة مصر القناة الأساسية، فكل التحية والتقدير ليك ولهذه القناة وكل العاملين فيها. يا رب يخليك يا أستاذ عماد، كل الشكر ليك كاتبنا الصحفي الكبير أستاذ عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة الشروق، عضو مجلس الشيوخ وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني. قبل الفاصل إذا يعني أقول برضو حاجة كده إضافة على الكلام اللي قاله أستاذ عماد الدين حسين، لأنه كلام فعلا مهم، وهتسألني أصلا ليه عايز أستاذ عماد يبقى موجود معانا، أقول لك لأن أنا ما أقدرش أتكلم في ده دلوقتي الحين ما تعلن الهيئة الوطنية كل البيانات والأرقام وما إلى ذلك، لكن أنا محتاج التحليل، يعني يومها هنقعد نحلل النسب، مين خد كم صوت وفين وليه، وأنهي أقاليم كانت تذهب أو أنهي محافظات أو أنهي دوائر تذهب لهذا المرشح وهذه الدوائر تذهب للمرشح الآخر، النسب هنا كانت عالية في صالح مين إلى آخره، ده شيء مهم لينا جميعا. لكن هجيلك على نقطة مهمة قوي أثرها الأستاذ عماد، قال إنه أهم سبب أو أول عامل وربما كمان يكون الرقم الثاني هو ما يحدث على الأراضي الفلسطينية المحتلة وتحديدا في قطاع غزة. المسألة أنا بشوفها إنها مش بس مسألة تخوف المصريين على أمنهم القومي، ومش بس هي تخوف المصريين على إخواتهم وأشقائهم الفلسطينيين ودعما لحقهم الحقيقي في الحرية أو في الحياة أولا والحرية والاستقلال، لكن المصريين تطلعوا لقرارات قيادتهم السياسية بمنتهى الفخر. وخليني أكون أكثر صراحة وانفتاحا مع حضرتك، كلنا عارفين وقرينا في الصحافة وسمعنا في قنوات تلفزيون برا وفي أوروبا وفي أمريكا أن كانت هناك إغراءات يسميها المذيع مساومات رخيصة جدا على أنه مصر تتنازل ولو عن شبر مقابل حزم حلو، والبعض وصفها بأنه يعني وكأن أبواب الجنة بتتفتح قدامنا وهنحل أي مشكلة عندنا. مساومات ما بعدها مساومة. البعض كانت تساوره الشكوك وهو يقرأ هذه الأخبار وهذه التقارير، وبعض ساسة وبعض شخصيات عامة دولية تبدأ تتكلم وفيها إيه وما فيهاش إيه، ووجدوا أن القيادة السياسية بمنتهى الوضوح والمباشرة والحسم والحزم ترفض مجرد الإشارة لهذه الصفقات أو المساومات أو الإغراءات، فتطلع المصريين بمنتهى الفخر. ليه؟ لأنه زولة كده البعض كده قالك الله هو إيه؟ هيوافقوا؟ يا ترى هيحصل؟ يا ترى يمكن؟ مش أصل يجوز؟ وشافوا مصر قرارها شديد الوضوح، قرار أخلاقي، قرار سياسي، قرار أمني، قرار على كل المستويات، رفض مجرد الإشارة للحديث في هذا الموضوع. وزاد الفخر فخرا أنه لقوا أن زعماء العالم بيتصلوا بالرئيس المصري في القاهرة، زعماء العالم ياخدوا الطيارات وينزلوا على القاهرة ويذهبوا إلى الرئيس في الاتحادية. المصريين من الآخر بالبلدي كده شافوا نفسهم، الناس بقت ماشية رفع راسها بجد. ما أنا وإنت أو غيرنا عشنا سنين بنسمع الكلام، بلدنا بتسمع الكلام، ما تعملوش بقى ابعدوا عن كده، حاضر طنش، حاضر فوت، ماشي. لأول مرة في أزمة بهذا الحجم في الإقليم يشوفوا أن مصر تكشر عن أنيابها للكل دون استثناء، للكل، الكل عاوز يرمي بياضه، ومصر قفلت قفلت وكأنها تستشعر إهانة. انت بتتكلم معايا في ايه؟ تيجي تقول لي يوسف موقفنا في ليبيا كان، اقول لك كان عظيم العظمة كلها، الخط الأحمر الليبي. بالمناسبة
ما كانش محطوط قدامنا كل ده، لكن كان الموقف شديد الوضوح، خط احمر يعني خط احمر. طبعا قوة كتير في العالم كانت لا تتمنى ان مصر تكون موقفها كده من ليبيا، لكن موقف مبدئي، موقف مبني على المبادئ. الخط الاحمر الليبي اتحط زيه في فلسطين، والعالم لما شاف ان الخط الاحمر خط بجد، وان مصر ما بتهزرش، وان الرئيس المصري مش بيتراجع، ده بيتكلم جد، تركيبته ما فيهاش التراجع، ده واضح، يوسف يعرفه، مذيعين، لا هو الرئيس واحنا صحفيين فقط فقط، لكن دي قراءة بتشوف اللي بيحصل خلال العشر سنين. فلقينا ايه؟ العالم لقى ايه من الاخر؟ لو حط خط احمر الراجل بينفذ، ارجع. فالموقف العالمي اتغير، اتغير كم مرة؟ لا ده اتغير كتير، ثلاث مرات. مرة لما كان بيقولك وحق اسرائيل في الدفاع عن نفسها والدفاع الشرعي وكل واقف ضد الخطاب المصري وبطبيعة الحال الخطاب الفلسطيني، فتغير ولقينا العواصم بتغير من كلامها. طيب أيوة صح عندكم حق، موضوع الإنساني إلخ 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 إلخ. مرة تانية لما مصر عملت اللوبينج، لو صح التعبير، هو تعبير يعني معروف أكتر في السياسة، هي مسألة أن أنت تقدر تعمل جبهة، فعملنا هذا التجبيه، فجبنا تقريبا 123 صوت في الاجتماع الطارئ للجمعية العامة. ثم تغير تالت النهاردة 152 أو 153، عشان بس يعني ممكن أبقى أنا مش متذكر الرقم بالظبط، هو يا 152 يا 153 في الجمعية العامة. تالت الأعداد قاعدة عمالة بتزيد، وبالتالي قدراتك السياسية على الإقناع، إحنا ما عندناش إرغام، الإقناع والعرض، السياسة والدبلوماسية، الشغل اللي اتعمل من كل المؤسسات والأجهزة المصرية يجعل العالم مش إنه يقف في موقف الحرج، يجعل العالم يقف في موقف إنه كل ما كنا نظن عن مصر أنها دورها يتراجع، أصل الوضع الاقتصادي، أصل اللي مش ده مش بس كده، العالم شاف الجبهة الداخلية عاملة إزاي، مرة في المظاهرات لأجل فلسطين وغزة، ومرة في الانتخابات الرئاسية. أظن وصلت. فاصل ونكمل الكلام. أهلا 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 بحضراتكم. طيب أنا من أنصار أنه خلينا نبقى دايما فاهمين اللي احنا بنعمله، يعني اللي احنا بنتكلم فيه الاخر، يعني مثلا على سبيل المثال، طب احنا عرفنا مثلا الانتخابات تبقى في الداخل ايام كذا وكذا وكذا، واحد واثنين وثلاثة، الانتخابات في الداخل تبقى في ايام 10 و11 و12، وانه هيبقى في اعلان للنتائج، كل ده بتحكمه مواد الدستور يا سادة، يعني ما فيش حاجة متروكة كده، يعني المسألة ما هياش صدف، المسألة هي مش بمزاجنا، المسألة كلها تحكمها مواد الدستور المصري، وعليه حتى فيما يتعلق بالفرز، ما يتعلق بإعلان النتيجة، تسليم المحاضر، الطعون إلى آخره، يحكمه الدستور. معانا على التليفون الأستاذ عصام شيحة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان وطبعا الحقوق والسياسي البارز. أهلا بحضرتك أستاذ عصام. أهلا وسهلا، أهلا بيك. إيه الأخبار؟ كله حلو؟ كله تمام الحمد لله. مهم والله، ده أنا اللي يوحشني صوت حضرتك ويوحشني رؤيتك دايما. ربنا يخليك. ربنا يخليك أستاذ عصام. مهم عندنا أن احنا نحاول نفهم مع الناس التفاصيل الفنية بتاعت إعلان النتيجة، التفاصيل الفنية بتاعت الخطوات القانونية للطعون، وأنا أظن أن ده بيحكموا المادة 98 أو المادتين 98 و39 من الدستور المصري، صح؟ صح، كلام مظبوط. أنت أشرت للدستور، لكن كمان إحنا بيحكمنا كمان قانون الانتخابات الرئاسية، هايل، وبيحكمنا كمان قانون مباشرة الحقوق السياسية، يعني فالثلاث قوانين بيحكمونا. ويكفي أن أقول لك أنه الهيئة اللي بتشرف على الانتخابات دي اكتسبت خبرات ومهارات وتراكم لديها خبرات من 10 استحقاقات سياسية متتالية، عندها أمانة عامة احترافية، استطاعت انها تترجم نصوص الدستور وتترجم نصوص القانون لعدد من القواعد، يسرت المهمة على المتابعين وعلى المشاركين في الانتخابات. عظيم. احنا في الغالب منتظرين
اعلان النتيجه يوم يوم الاثنين القادم يوم 18. احنا حتى هذه اللحظه لم تقدم اي طعون على اعتبار انه كان في عدد كبير تجاوز 22,000 كانوا بيتابعوا الانتخابات الرئاسيه، البعض بيسميها مراقبه. لم يثبت انه في امر جوهري يؤدي الى طعن من الطعون، ومع ذلك اثناء عمليات الفرز علينا ان احنا ننتظر حتى تنتهي عمليه الفرز وتعلن بشكل نهائي، وهو موعدها اليوم، بحيث يتمكن اعضاء الحملات الانتخابيه اللي لديه اي طعن على صندوق من الصناديق او لجنه من اللجان يستطيع ان هو يتقدم بها الى الهيئه المشرفه على الانتخابات. اظن انه احنا بننتظر انه اللجان العامه تتقدم بالنتائج بتاعتها بعد ان تنتهي كافه اللجان من التقديم بتاع محاضرها النهائيه، فبتعلن النتيجه في مده اقصاها 5 أيام من تاريخ التقديم. ده كلام مظبوط. واذا محددين هم اعلنوا بشكل رسمي ان يوم 18 ديسمبر هيتم اعلان النتيجه بشكل نهائي. هم بيدوا الفرصه طبقا لما اشرت اليه حضرتك للدستور والقانون انه لاي من المرشحين المتنافسين ان هو لو عنده اي شك تجاه فرز في صندوق او في لجنه فرعيه او لجنه عامه يستطيع ان هو يطعن عليه، فبيدوا المهله دي تحسبا انه يكون اي حد صاحب حق فيستخدم حقه القانوني وحقه الدستوري. طيب دي كده التفاصيل الفنيه، هنا هروح بقى على السياسه، ومهم ان انا اسمع رؤيه او قراءه استاذ عصام للمشهد الانتخابي او مشهد الانتخابات الرئاسيه. عايز اقول لك المشهد كان مفاجئ بالنسبه لنا، يعني احنا كان عندنا توقعات بس ما حدث فاق كل التوقعات لاسباب متعدده. خليني اقول لك ان الانتخابات دي هي انتخابات كاشفه لمعدن المصريين، احنا اكتشفنا انه عدد كبير من المصريين اللي ما كانش ليه علاقه بالانتخابات خرج عن بكره ابيه يشارك في الانتخابات. استطيع ان اقول لك ان في اسباب متعلقه بالامن القومي وفي اسباب متعلقه بالخدمات اللي قدمت. خلينا اكلمك الاول على النقطه الجوهريه اللي عملت تحول لدى قطاع كبير من الشباب، وهو الاحداث في غزه أيقظت الشعور الوطني وأيقظت الانتماء لدى الأجيال الجديدة وحفزتها على المشاركة في الانتخابات ودعم صانع القرار. جزء كبير من المصريين كان نازل مش بس إنه يصوت، هو كان لديه شعور عام إنه الانتخابات تكاد تكون محسومة يعني مسبقا، لكن هو كمان كان حريص جدا على انه يدعم الرئيس القادم بغطاء شعبي كبير يمكنه من اتخاذ قرارات، من التفاوض، من تبديل الدوله المصريه، تمثيل خلف ودعم شعبي كبير يمكنه من اتخاذ قرارات مصيريه في المرحله القادمه. الانتخابات دي كمان كانت كاشفه لانه قطاع كبير من المجتمع اللي استفاد من الثوره النهضويه اللي تمت اعتبارا من 30/6 في قطاع كبير جنى ثمار احنا ما كناش مدركينه، الناس اللي هي اتنقلت من الاماكن العشوائيه وسكنت في اماكن صالحه للسكنه، الناس اللي استفادت من المبادرات الرئاسيه المتتاليه، الناس اللي استفادت من حياه كريمه، المناطق الحدوديه اللي وصلتها الخدمات وتذكرتها الدوله المصريه بعد سنوات عديده، القطاع الكبير اللي تضاعفت مساحة مصر فيه، احنا كان مساحتنا تقريبا يعني بنعيش على 7% من مساحة مصر، يعني في سنوات قليلة بقينا 14%. الناس اللي استفادت من ده كله كانوا بيردوا الجميل. المصريين كمان بيتحركوا عند الشعور بالخطر، يعني صح. عدد كبير جدا تحرك بالشعور بالخطر. خلينا نقول لك بقى كمان بقى بالأمانة من السياسة انه كان في ماكينة انتخابية محترفة. انت احنا في مصر عندنا 106 حزب، عدد كبير من الاحزاب دي كان بيدعم وبيساند المرشح عبد الفتاح السيسي. عندك 3 أحزاب اخرى نزلت الانتخابات، فيهم الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي اللي ليه لون مختلف خالص واللي سخن المعركه. المصري الديمقراطي الاجتماعي كمان كان معاه مجموعه من احزاب المعارضه متحالفه ومتالفه معاه. ايوه
عايز اقول لك انا يعني الاحزاب اللي المعارضه اللي ما دعمتش فريد زهران انا اعتقد انها ارتكبت خطا في حق التجربه الحزبيه وفي حق التجربه الديمقراطيه. لكن خليني اقول لك انا شفت مظاهر غايه في الاهميه توضع في الحسبان، ودي اللي هترسم الخريطه السياسيه والخريطه الحزبيه في المرحله اللي جايه. حلو. انت عندك احزاب موالاه كبيره كانت بتدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، هذه الاحزاب نفسها كانت بتتنافس على الارض، النواب نفسهم كانوا بيتنافسوا على الارض، كل واحد منهم كان عايز يثبت جدارته لعضويته للبرلمان او لقدرته للاستعداد للبرلمان القادم. فاشتغلت ماكينه انتخابيه احترافيه بشكل كبير، استطاعت انها تيسر لملايين من المواطنين ان هم يشاركوا في الانتخابات. انت عندك تقريبا اكثر من 10 مليون من ذوي القدرات الخاصه كانوا حريصين جدا لما قدمته الدوله من خدمات ليهم ان هم يشاركوا في الانتخابات عرفانا بالجميل. كل اللي استفاد من المبادرات، كل اللي استطاعت القوى السياسيه والاحزاب خاصه الاحزاب الكبيره اللي بتمتلك قدرات ماليه انها تيسر المهمه من خلال توفير وسائل نقل للمواطنين، تحفيز المواطنين، تدبير وجبه غذاء للمواطنين، كل ده حفز عدد كبير من المواطنين ان هو يقف طوابير وقت طويل وانه يشارك في الانتخابات. قطاع كبير من الشباب كان راغب في المساهمه في صناعه المستقبل، يقول لك يعني انا الاستقلال الوطني اللي بيتم واللي انا شايفه، الحفاظ على الاستقرار، قوه الدوله المصريه في محيط اقليمي مهترئ، يعني ما كل ده حفز قطاع كبير انه يشارك. المشروع النهضوي الكبير اللي بدا، الناس بتنتقد في كثير من الاحيان، بتشتكي من رفع الاسعار، بتشتكي من الغلاء، بتشتكي من ندره بعض المواد الغذائيه، لكن الناس في النهايه مدركه لما تراه من الدول المحيطه بنا ان الاستقرار والامان مهم جدا. نسب البطاله قلت. انت كمان يعني عدد كبير من المصريين اللي كانوا مقيمين في الدول اللي حصلت فيها احداث رجعوا. انت استطعت انك انت تستوعبهم، ودول كمان كانوا بيعترفوا بالجميل من خلال مشاركتهم. صحيح. مشاركتهم في الانتخابات. صحيح. 100%. الخلاصه ان حصل ايقاظ للضمير الوطني، حصل ايقاظ للعشق الوطن ومحبه الوطن وخوف على الوطن، كل ده ساهم في انه يحصل تصويت عالي عمرنا ما توقعنا. انا في اقصى التقديرات كان تقديرات 52%. ما احنا لسه هننتظر التقدير يطلع من الهيئه الوطنيه. ارجوك ربنا يخليك يا استاذ عصام. خليني الاول اشكرك جدا 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 استاذ عصام شيحه، عضو المجلس القومي لحقوق الانسان وطبعا الحقوق والسياسي الكبير والمعروف. خليني اخدك وارجع بيك على الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة وبالتحديد في قطاع غزة. هل نستطيع وصف الوضع بأنه وضع كارثي على المستوى الصحي؟ هنا خلونا نروح نستقبل عبر زوم دكتور أحمد المنظري المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية. أهلا بك دكتور، تحياتي. حياكم الله استاذ يوسف وجزاكم الله خير على الاستضافه. الله يخليك، دي احنا نتشرف دايما يا دكتور. دكتور احمد، مهم عندنا ان احنا نطلع على الوضع الصحي في غزه وما الذي سوف يؤدي اليه هذا الوضع. والله استاذ يوسف، حتى اكون صريح، يعني منذ بدايه يعني هذه الحرب والاعتداءات على غزه كنا نخاف على المرضى الموجودين في المستشفيات والعاملين فيها والمقيمين كذلك النازحين، ونوعا ما كنا نخاف على الجرحى. للاسف مع يعني تواصل هذه الاعتداءات وتواصل القصف على المدنيين والاماكن النزوح، اصبحنا يعني نقلق على الفئتين، المرضى في ارض الميدان وكذلك الموجودين تحت الانقاض، والمرضى الموجودين في المؤسسات الصحيه والعاملين فيها والنازحين. الان للاسف الوضع كارثي بكل ما تعنيه الكلمه. الآن أصبح الخوف مركب، نخاف على المرضى الموجودين في المستشفيات من الموت وليس من الالتهابات وخطورة يعني تعقد الحالات، ونخاف على المواطنين النازحين، يعني من أصل 2.1 من 10 مليون نازح مواطن في قطاع غزة، 2 مليون نازح يعني موجودين في أماكن مكتظة لا تليق بحياة البشر، يعني تفتقر إلى أدنى مقومات الحياة،
من توفر مياه نظيفة وتوفر أكرمكم الله أماكن الحمام، يعني الحمامات وأماكن الاستحمام. فبدأت تنتشر الأمراض بين الأصحاء، عدد كبير منهم موجودين في أماكن يعني يلتحفون كما يقال السماء ويفترشون الأرض، معرضين لمختلف أنواع الأوبئة والأمراض والبرد القارس، وخصوصا الأطفال والفئات الضعيفة كالمرضى مثلا والنساء الحوامل وكبار السن. فهذا هو يعني جزء بسيط، وصف بسيط من الوضع المخيف والمرعب في قطاع غزة. طيب يعني دكتور، احنا بنشوف انه انا اسف القصف لا زال مستمرا على المستشفيات، نهينا عن المدارس والتكتلات المدنيه وما الى ذلك، ولا يمكن لاحد ان يتصور انه اي احتلال او اي قوه مهما بلغت في غلوائها ان تقصف مستشفى. وصلنا الى مرحله ان احنا ساحات المستشفيات اصبحت بتتحول الى مقابر جماعيه. ف يعني وأنتم إحدى المنظمات التابعة للهيئة الأممية، فأنا يمكن هسأل على طبيعة التقرير الذي يصدر من قبلكم دكتور أحمد المنظري إلى الهيئة الأممية، يعني ما الذي يكتب فيه وكيف ينظر إلى هذه التقارير؟ نعم، هو طبعا إذا سمحت لي أستاذ يوسف قبل أن أجيب على سؤالك الممتاز جدا، للأسف يعني على الرغم من النداءات المتكررة من قبل قيادات منظمة الصحة العالمية والأممية الأخرى المعنية بالصحة وكذلك القيادات السياسية، الاعتداءات ما زالت مستمرة على المستشفيات ومحيط المستشفيات وتدمير البنى التحتية التي تخدم المستشفيات، على سبيل المثال توفر مياه نظيفة، توفر كهرباء من خلال الوقود. حتى الآن تم تسجيل ما يقارب من 400 وتقريبا 80 هجمة على المؤسسات الصحية في عموم الأراضي الفلسطينية المحتلة، 231 هجمة في قطاع غزة، وأدت إلى مقتل يعني عدد كبير من المرضى والمقيمين والعاملين الصحيين، بالإضافة إلى يعني الهجوم على الطواقم الطبية في أرض الميدان، أدت إلى مقتل ما يقارب من 134 موظف في الأونروا وموظفة واحدة في منظمة الصحة العالمية، وهذا يعتبر أكبر عدد من القتلى جراء الاعتداءات المباشرة للموظفين الأمميين. فنحن كمنظمة نقوم بتسجيل هذه الأحداث، لدينا فرق يعني تتأكد من حصول هذه الأحداث حتى يكون لدينا المصداقية، نرفعها إلى المنظمات الأممية الأخرى وكذلك إلى مجلس الأمن أحيانا عندما يطلب من المدير العام إلقاء البيان حول هذا الموضوع. فتقاريرنا توصل إلى الدول الأعضاء في المنظمة، توصل إلى الجهات المعنية في الأمم المتحدة، لكن للأسف لا 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 يعني لا توجد يعني تأثير على أصحاب القرار في مثل هذه الاعتداءات. دكتور أحمد، هذه الأرقام مخيفة، أكثر من 800 هجمة في فلسطين على المنظومة الصحية وأكثر من 230 هجمة في قطاع غزة وحدها، دي أرقام مخيفة. طب أنا هسأل سؤال ولا أعلم إذا كان دكتور أحمد، يعني لأن أنا أعلم حجم منصبكم وحساسية هذا المنصب، يعني أنا مش عارف، هل العالم ينظر إلى هذه الأرقام بشكل هادئ وطبيعي؟ يعني هل سبق لكم دكتور أحمد المنظري أن شاهدتم أو قرأتم مثل هذه الأرقام في أي بقعة من بقاع العالم؟ هو طبعا للتصحيح أستاذ يوسف، يعني مجموع الهجمات على القطاع الصحي في الأراضي الفلسطينية المحتلة هي 480 هجمة، 480 480، منها 231 هجمة في في قطاع قطاع غزة. غزة. طبعا هذه الهجمات على هذه الفترة الزمنية بعمر الشهرين تعتبر يعني عدد مرتفع جدا، وبغض النظر حتى لو هجمة واحدة على نظام صحي أو مؤسسة صحية يعتبر خرق صارخ للقانون الدولي، ويجب أن يحاسب من يقوم بهذه الأعمال الشنيعة يعني ضد الآمنين في هذه المؤسسات، والتي تعتبر من أأمن الأماكن في مثل هذه الظروف، يجب أن يحاسب. فلذلك يجب أن لا نصمت تجاه هذه الاعتداءات والخروقات لقانون إنساني دولي، يعني يجب أن يحترمه الجميع في مثل هذه الظروف ومثل هذه الحالات. ولذلك يعني نحن كمنظمة صحة عالمية بالإضافة إلى المنظمات الأممية نرفع التقارير كما ذكرت، لكن يبقى دور أساسي ومهم في الوقوف ضد هذه الخروقات من قبل القيادات السياسية لكل دول العالم، بغض النظر عن يعني تطلعاته وتوجهاته ومستوياته. هذا واجب إنساني، واجب أخلاقي، واجب مهني، واجب قانوني كذلك.
فهذا هو ما أود أن أفيد به حول هذا السؤال. جزاك الله خير. الله يخليك دكتور أحمد. طيب أخيرا، وأنا لا أريد الإطالة عليكم وأعلم حجم الاتصالات التي ترد إليكم دائما بالتأكيد، لكن هل لدينا رقم أقرب للدقة بخصوص الأطفال الذين استشهدوا في هذه الحرب والأطفال الذين أصيبوا بسبب هذه الحرب؟ نعم، هو طبعا حتى الآن يعني هناك ما يقارب من فوق 18 ألف قتيل جراء هذه الهجمات، وما يقارب من 50 ألف جريح، هذا في قطاع غزة فقط يعني. فللأسف 70% من هؤلاء القتلى وكذلك الجرحى من النساء والأطفال للأسف، طبعا معظمهم أطفال. هناك كذلك أعداد كبيرة مفقودة تحت الأنقاض للأسف، معظمهم من الأطفال. هناك الكثير من المرضى كما ذكرت الموجودين بين النازحين بالالتهابات الرئوية، بينهم بين من نسبة كبيرة منهم من الأطفال، يعني تقريبا حتى الآن لدينا ما يقارب من 146 ألف حالة التهاب رئوي بين النازحين، معظمهم من الأطفال. لدينا ما يقارب من 110 حالة إسهال حاد، عدد كبير منهم إسهال دموي. لدينا ما يقارب من 3500 من تشيكن بوكس أو الحماق، وحوالي 3000 من التهاب الكبد الذي ينتقل عن طريق تلوث المياه أو شرب المياه الغير النظيفة. ولدينا ما يقارب من حوالي 45 ألف التهاب جلدي نتيجة الجرب، و22 ألف التهاب بسبب القمل. للأسف بينهم عدد كبير من الأطفال وكبار السن والمرضى. فهذه أستاذ يوسف أرقام يعني مخيفة ومفزعة، لكن للأسف يعني نرى يعني القتل والتدمير مستمر للأسف. للأسف الشديد. دكتور أنا أشكرك جدا دكتور أحمد المنظري، كل الشكر ليك وكل تحياتي وتقديري دكتور أحمد المنظري المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية. حضراتكم سمعتوا كويس الأرقام اللي قالها الدكتور أحمد؟ طب سمعتوا الأمراض التي أصبحت بتتفشى في فلسطين؟ هي مش بس الأرقام، أنت عارف أنه زي ما قال دكتور أحمد المنظري، هو ما ينفعش أي أصلا أنه تضرب منشأة صحية واحدة ولا أن توجه ضربة واحدة تجاه أي منشأة صحية، فوجهت أكتر من 480 ضربة لمنشآت صحية في فلسطين، منها 231 في غزة بس، ولسه في 10 دول قاعدين بيعارضوا وقف إطلاق النار. أنهي ضمير وأنهي سياسة وأنهي شرف، أنهي شرف يخلي إن لسه في دول بتعارض ده؟ أنا مش هكلمك حتى عن الممتنعين، وإن كنا أكيد هنتكلم وهنشوف إيه الأسباب بتاعت هذه الممانعات، لكن الممانعة عن التصويت، لكن أنهي شرف وأنهي ضمير إنساني يسمح بمعارضة وقف إطلاق النار؟ كم الأمراض اللي بقى أصبحت بتتفشى. إحنا معانا على التليفون دكتور رائد أبو بدوية، أستاذ القانون والعلاقات الدولية. أهلا بيك يا دكتور رائد. أهلا وسهلا بيك. اهلا بيك دكتور رائد. دكتور رائد، يعني لعلنا نتساءل قليلا عن العشر دول التي ابدت اعتراضها على وقف اطلاق النار، ويعني المذيع اللي هو شخصي المتواضع يستسمحك بانه يعني تساءل، اي شرف يسمح بذلك؟ يعني اخي الكريم، منظومه حقوق الانسان والتغني بحقوق الانسان اللي نادى فيها الغرب عموما، واللي صار له عقود بينادي فيها وينظر فيها على دول العالم الثالث إنجاز التعبير، وعلى العالم غير الأوروبي وغير الأمريكي، هذه المنظومة يعني تعرضت لامتحان واضح أنه هذا الامتحان قاسي مع الاعتداء الإسرائيلي على قطاع غزة. كل المنظومة الأوروبية تقريبا ومنظومة حقوق الإنسان والقانون الدولي كلها تعرضت لهذا الامتحان، وأمام هذا الامتحان فشلت بسبب بسيط، أنه مصالح الدول الغربية والمصالح الأمريكية هي يعني مع وجود هذا الكيان الإسرائيلي، ولما شعرت كلها في تهديد وجودي لهذا الكيان ضحت بكل هذه المنظومة، ضحت في حقوق الإنسان وضحت في حتى القانون الدولي، وضحت في كل أشياء كثيرة كانت تنظر فيها سابقا،
من أجل مصالحها، وسيست هذه المفاهيم الإنسانية، سيستها من أجل الدفاع عن هذه، آسف، عن هذه المستعمرة الغربية الموجودة في الشرق الأوسط. وبالتالي لا أعتقد أنه هذه المنظومة الغربية أو الأمريكية ستتمكن لاحقا من حتى التنظير على الآخرين بهذه المفاهيم وهذه القيم اللي حاولت تنشرها. أنا مش ضد حقوق الإنسان كمفاهيم إنسانية، بالعكس، ولكن أنا ضد تسييسها وضد استخدامها لمصالح الدول، وضد أيضا التعامل فيها مع الدول الأخرى والشعوب الأخرى في معايير مزدوجة، وهذا اللي كان واضح من خلال الدعم الغربي الواضح المخجل حقا للكيان الإسرائيلي في ارتكاب جرائم في قطاع غزة. تعددت الجرائم في قطاع غزة، هناك جرائم حرب، جرائم ضد الإنسانية، هناك حتى جريمة إبادة جماعية. في 9 ديسمبر كان يحتفل العالم بالذكرى السنوية لمنع جريمة الإبادة والمعاقبة عليها، وفي 10 ديسمبر كان يحتفل العالم بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وبنفس الوقت لم تتمكن هذه المنظومة الأمم المتحدة كافة في كل يعني المجتمع الدولي لم يتمكن من تمرير قرار في مجلس الأمن من أجل وقف هذا العدوان ووقف هذه الجرائم، ورغم أنه هذه الجرائم ترتكب أمام عينه يعني للأسف الشديد. أنا بعتقد بجوز أجل وقت وحان الوقت أنه تخرج أصوات دولية متعددة عربية وإسلامية وحتى بالتعاون مع الصين وروسيا وغيره من أجل إعادة هيكلة هذه المنظومة اللي فيها أصلا خلل في تشكيلتها وتوازنها، بحيث أنه تمنح 5 أعضاء من العالم، 5 دول من العالم حق الفيتو، وتمنح هذه السطوة والسيطرة على كافة المنظومة وعلى أرجاء المعمورة. ما هي الوجاهة دكتور رائد من وجهة نظرك كأستاذ للقانون والعلاقات الدولية، ما هي الوجاهة من وراء وجود هذه المنظمة الأممية التي لا تملك صفة الإلزام في قراراتها؟ حتى جويترش لما قرر أنه يستخدم المادة 99 في النهاية هي أقوى أدواته وأيضا غير ملزمة. يعني حضرتك تعرف، المستمعين بيعرفوا أنه هذه المنظومة كانت يعني هي من مخرجات الحرب العالمية الثانية طبعا. يعني هي مثلت موازين القوى المنتصرة في الحرب العالمية، وفي وقته ممكن كانت فعلا يعني تشكل انعكاس لهذه المنظومة القوى الموجودة في ذاك الوقت، ولكن للأسف الشديد مع الوقت أصبحت يعني تعكس نظرة ليبرالية غربية رأسمالية، وتعكس أدوات أداة للسيطرة على العالم الآخر غير الرأسمالي، خاصة بتعرف مع انتهاء الثنائية القطبية وانتهاء الاتحاد السوفيتي، وأصبح العالم اليوم أحادي القطب وأمريكا هي شرط العالم. وبالتالي أعتقد هذه المنظومة في ظل هذه الأحادية القطبية في العالم أصبحت عاجزة وستظل عاجزة عن مناصرة ونصرة المظلوم في العالم. وللأسف الشديد يعني هذه المنظومة حتى كانت يعني ستظل عاجزة طالما أنه في أحد أطراف هذا الصراع هو قوة دولية عظمى أو حليف لقوة دولية عظمى، وفي هذه الحالة هي إسرائيل. أنا لا أعتقد إسرائيل من 1945 لليوم كحليف أمريكا هي دائما ترى نفسها فوق القانون ولا تمرر أي قرار دولي. هناك قرارات عديدة بالعشرات بل بالمئات من القرارات الدولية صدرت حقها، سواء من مجلس الأمن، حتى مجلس الأمن في قرار 242 اللي صدر في 67 والتي يطالبها بالانسحاب من الأراضي الفلسطينية المحتلة لم تطبقه، وهناك مئات وألاف القرارات من الجمعية العامة صدرت بحق إسرائيل نصرة لحقوق الشعب الفلسطيني. وللأسف الشديد إسرائيل ترى نفسها فوق هذه المنظومة، فوق القانون. وبالتالي أنا بعتقد أنه يعني زي ما حكيت لك قبل شوي، هذه المنظومة محتاجة لتعديل وإصلاح، إصلاح في هيكلتها، إصلاح في انعكاس لموازين قوى جديدة في العالم حتى تحقق أهدافها في تحقيق السلام والأمن الدولي المطلوب منها أصلا. صحيح. أنا بشكرك جدا جدا دكتور رائد أبو بدوية، أستاذ القانون والعلاقات الدولية. الحقيقة الوضع فعلا مخيف يا جماعة. أنتم متخيلين يعني إيه منظمة زي الأمم المتحدة لا تملك صفة الإلزام في أي شيء؟
انتم متخيلين يعني ايه مجلس امن تعطل قراراته بحق فيتو واحد؟ يعني يبقى في 5 دول، وده شيء غريب بالنسبه طبعا، يبقى في 5 دول هي دائمه العضويه وهي صاحبه الامر والنهي وما الى ذلك، وحتى في هذا الاطار 4 لو وافقوا على حاجه تطلع دوله واحده؟ تقول لك لا، يعني الاغلبيه قرارها لا يسري، واقل الاقليه ليها فرد واحد، ممثل واحد، دولة واحدة تقرر انها تعطل. اصلا البناء خاطئ وغير منطقي، ده من ناحية، بس كمان من ناحية تانية لازم سيادتك تشوف حاجة مهمة جدا، ان هذا لا يحدث على الاطلاق الا في القضايا العربية. هشيل لك كلمة على الاطلاق، لا يحدث في الغالبية العظمى الا في القضايا العربية. يحدث بقى ايه من وقت للتاني لما يبقى للامريكان مزاج او مزاجهم متعكر، على حسب. وانجلترا لاعب ماكر، فينتهج احيانا سياسة النقي بالنفس. انا ممتنع عن التصويت. بجد؟ انت بجد ممتنع؟ الواقع على الارض بيقول ايه؟ عشان برضو نحاول نحلل المشهد واحدة واحدة. هل هناك خسائر إسرائيلية حقيقية في قطاع غزة؟ أقول لك آه. خسائر سياسية؟ طبعا. خسائر عسكرية؟ أكيد. خسائر على مستوى الأرواح؟ آه. خسائر على مستوى الحالة المعنوية والنفسية للمجندين وللجيش؟ قاطعا. كل هذا وأكثر دافع نتنياهو للمزيد من التوحش، يحاول إنقاذ نفسه، إنقاذ مأواجهه، إنقاذ حكومته، إنقاذ نفسه سياسيا، إنقاذ نفسه من الوقوف أمام القضاء في قضايا الفساد، إلخ إلخ إلخ. يجي جو بايدن فيقول والله على نتنياهو أن يغير من حكومته. على نتنياهو أن يغير من حكومته ولا الحكومة كلها تتغير؟ وهنا برضو التصريح بتاع جو بايدن يضحك حبتين. جزء من ده جو بايدن ينتمي إلى مدرسة ديمقراطية كلاسيكية تعتمد على التكتلات اليهودية الأمريكية بالأساس، وأنه لا يجب أن يثير حفيظتهم إلى آخره، وفي نفس الوقت يقف أمامه أو في وجهه هي انخفاض مؤشراته إلى مستوى شديد التدني. فهو عنده دلوقتي وقع بين شقي راحة، يرضي دول ولا يرفع من معدلات أو يرفع من المؤشرات بتاعته. لو وقف الحرب مؤشراته يمكن تتحسن، ولو ما وقف بس في الناحية التانية التكتلات واللوبيهات اليهودية والصهيونية في أمريكا تاكله صاحي، ولو ما وقفش تستمر المؤشرات في التدني. خلينا ناخد من رام الله فلسطين المحتلة الأستاذ خلدون البرغوثي، صحفي والخبير في الشؤون الإسرائيلية. أهلا بيك أستاذ خلدون. أهلا بكم. اهلا بحضرتك استاذ خلدون. مهم عندنا ان احنا نسمع منك تحليلك للخسائر، لو صح تعبير يعني، لو المذيع محق في ذلك. هل تكبدت اسرائيل او الكيان الصهيوني المحتل خسائر في هذه الحرب على مستويات مختلفه؟ وحللها لنا بعد اذنك. وفي نفس الوقت الموقف الامريكي اللي خلق لي حاله من الالتباس. نعم، أولا على مستوى الخسائر حتى في داخل المجتمع الإسرائيلي وفي داخل النخبة الإعلامية والسياسية هناك ارتباك، بمعنى في الأيام الأخيرة صحيفة إدارة أحرونوت نشرت إحصائية قالت أن 5000 جندي إسرائيلي أصيبوا في المعارك، ثم ألغي هذا الجزء من الخبر وأبقي على الحديث عن وجود 2000 جندي ضمن مؤسسة تعالج أو تتولى الاهتمام بمن بقوا معاقين إثر إصابتهم، وألغي رقم 5000. صحيفة آرت اليوم التالي نشرت إحصائية بعد أن اضطر جيش الاحتلال إلى نشر إحصائية تقول إن عدد الجنود الذين أصيبوا حوالي 1600 جندي. صحيفة آرت ردت عليهم بإحصائية من كل المستشفيات الإسرائيلية، كان مجموع الحصيلة لديها 4600 جندي إسرائيلي على الأقل، بمعنى أن عدد الخسائر في الإصابات فقط 3 أضعاف ما تم الإعلان عنه رسميا. وبشأن القتلى أيضا تثار علامات استفهام،
اليوم تكبدت إسرائيل أكبر صار لها على مستوى العدد وعلى مستوى أيضا الرتب العسكرية وفي كمين واحد تقريبا، وهذا لم يحدث سابقا حسب ما هو أعلن. واليوم أيضا قبل قليل كان متحدث باسم الجيش باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية يتوقع أن يسقط المزيد بشكل يومي مع اتساع الرقعة التي يحاول الجيش الإسرائيلي التوسع فيها في قطاع غزة، تصبح إمكانية استهدافه أسهل للمقاومين الذين يخرجون تحديدا من الأنفاق وحتى من داخل المباني المهدمة، ينصبون الكمائن ويستدرجون القوات، ومن له القدرة على فعل ذلك في ظل الوضع والقدرات العسكرية الإسرائيلية يبدو أنه لا تزال لديه المبادرة على العمل العسكري وبشكل منظم أيضا وإيقاع الخسائر. في إسرائيل أيضا هناك من قال إن طال أمد الحرب ستصبح الخسائر أكبر وتتصاعد ربما، ولهذا ربما يتصاعد الضغط داخل المجتمع الإسرائيلي بالتعاون مع أسر الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة وتتدامى حركة تعارض استمرار هذه الحرب. طيب هنا في هذا الوضع يعني اللي المفترض أنه وضع حرج جدا للحكومة الإسرائيلية ووضع حرج أيضا للجيش الإسرائيلي، فكان تصريح نتنياهو الداعي إلى ضرورة تغيير الحكومة التي تعمل مع نتنياهو، يعني هو يخاطب نتنياهو بتغيير الحكومة، لماذا لم يطالب نتنياهو بالخروج من المشهد السياسي؟ هو ربما في الكواليس هناك حديث بين الإدارة الأمريكية وبيني جانتس ويائير لبيد من المعارضة، وربما مع بعض وزراء وأعضاء الكنيسة من الليكود نفسه الذين قد يطمحون في التخلص من نتنياهو وتولي زعامة الليكود بدلا منه، والذهاب ربما إلى إنشاء حكومة تبتعد عن اليمين المتطرف، شركاء نتنياهو سموتريتش وبن جبير. لكن بالنسبة لنتنياهو، العلاقة مع سموتريتش وبن جبير والأحزاب الحريدية هي علاقة مصالح أو شبكة مصالح، لكل طرف منهم مصلحة في إبقاء الائتلاف الحكومي الحالي. نتنياهو يريد بعد الحرب أن تعود الحكومة إلى إقرار القوانين التي قد تمنح الحصاني من المحاكمة لينجو شخصيا. الحرب هذه هي معركة شخصية له أيضا للنجاة بعدها. الأحزاب الحريدية المتدينة تريد الأموال لتمويل مدارسها الدينية ولتمويل مئات آلاف الطلبة الذين لا يذهبون إلى الجيش، لكن يريدون أن يتلقوا راتبا كما يتلقاه الجنود، باعتبار أن تعلم التوراة بالنسبة لهم مهمة أيضا لا تقل في أهميتها عن القتال في المعارك. والأحزاب أحزاب الصهيونية الدينية تريد المشروع الاستيطاني الديني الذي تعمل عليه سموتريتش من خلال وزارة المالية التي هو وزيرها ووزارة الدفاع التي هو وزير فيها، يمنح التصاريح لإقامة المستوطنات ويحول الأموال لتمويل البناء الاستيطاني. ويتمر بن جبير أيضا ببناء القوة العسكرية التي قد تشكل جيشا صغيرا في الضفة الغربية من خلال تسليح عشرات آلاف المستوطنين. هؤلاء كلهم بحاجة لبعض من أجل البقاء، ولذلك قد تبقى الحكومة الإسرائيلية بعد الحرب. ومن هنا جاءت دعوة بايدن كما يبدو، لأنه يدرك أن بقاء هذه الحكومة قد يجلب كارثة لإسرائيل، هو حريص على إسرائيل ربما أكثر من نتنياهو حاليا ويتحدث من هذا المنطلق لا أكثر. إذن هل بايدن مستعد لترك إسرائيل مستمرة في هذا العدوان الوحشي حتى نهاية العام، يعني إنقاذا لماء الوجه الإسرائيلي لو صح التعبير؟ يعني هو متفق مع الحكومة الإسرائيلية في ضرورة أو في الأهداف المعلنة للحرب القضاء على حركة حماس وإنهاء حكمها في قطاع غزة، لكن أيضا هو يرى أن مصالح الولايات المتحدة قد تصبح مهددة. للمرة الأولى ربما استمعنا للهجة عربية في الأمم المتحدة وفي غيرها شديدة الانتقاد لإسرائيل على غير ما كنا نعتاد من اللغة الدبلوماسية على الولايات المتحدة عفوا على غير ما كنا نعتاد من لغة ربما أكثر دبلوماسية بسبب موقفها الداعم لإسرائيل في كل مجال، في مجلس الأمن، في الجمعية العامة للأمم المتحدة على مستوى الدعم العسكري والدبلوماسي والسياسي والمالي،
وفي أهداف الحرب، لذلك ربما تدرك الولايات المتحدة أو بدأت تدرك بأن الخسارة قادمة، وأيضا الخسارة الشخصية لبايدن نفسه في الانتخابات، فقد يصبح مهددا إذا تعاظمت الحركة المعارضة للحرب والحركة المناهضة لها أيضا داخل مناصري الحزب الديمقراطي، بما يهدد إعادة انتخابه. وهذا أيضا سيوضع أمام بايدن إذا استمرت الحرب وشعر بأن أمدها قد يطول، بما قد يهدد هذه المصالح الخاصة به مجتمعا. لذلك قد يمنح إسرائيل كما قيل حتى بداية العام المقبل، وبعدها قد يحول موقفه ويضغط على إسرائيل في الدعم وفي غيره. ولذلك أيضا اليوم كان بعض المتحدثين الإسرائيليين يشيرون إلى أن إسرائيل تستمر في الحرب مع أو بدون الدعم الدولي، كما يبدو في رسالة غير مباشرة إلى بايدن. طيب أستاذ خلدون، أنا آسف أن أنا بطول عليك وأثقل عليك بالكثير من الأسئلة، لكن مهم عندي أن أنا أفهم منك، بتعتقد أنه يعني هذه اللهجة العربية التي اختلفت كثيرا أمام المجتمع الدولي في الأمم المتحدة، لكن ما هي الضغوط اللي من الممكن أن تمارسها المجموعة العربية والإسلامية على الولايات المتحدة الأمريكية لاتخاذ موقف حقيقي تجاه هذه المذابح؟ يعني ضغط فاعل وليس مجرد التلويح. يعني ربما إذا نظرنا إلى الطريقة التي تعمل بها المنظمات الصهيونية في الولايات المتحدة، هي منظمات سياسية ومنظمات مالية، الدعم المالي، اللوبي، وربما يجب على المجموعة العربية العمل في هذا الإطار. بعض الدول العربية لها لوبيات في الولايات المتحدة، وربما إذا حدث تعاون بين المجموعة العربية وبين المنظمات المناصرة للحقوق الفلسطينية، سواء كانت عربية إسلامية أو حتى من اليسار اليهودي في الولايات المتحدة ممن يعارضون الحرب ويتنامى صعودهم داخل الحزب الديمقراطي، كل هؤلاء يمكن أن يخلقوا حالة ضغط لن نقول موازية للوبي الصهيوني القديم جدا، ولكن قد تشكل ضغطا مهما في الولايات المتحدة، خاصة على مستوى الانتخابات القريبة. هذه قد تقلق وقد تلوي ذراع الحزب الديمقراطي وبايدن تحديدا، وتحقق نتائج سريعة فيما يتعلق بالموقف الأمريكي الحالي إذا شعر بأن ذلك ممكن وأن موقعه كرئيس لولاية رئاسية ثانية مهدد. هل توجد أي قوة دولية مستعدة للتعاون مع القوى العربية في خلق ضغوط واقعية، ولا لا يجب أن نعول على أحد آخر؟ يعني إذا نظرنا إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة في التصويت على قرار أو القرار غير الملزم بوقف الحرب، 150 دولة عارضت ذلك، الولايات المتحدة وربما بعض الدول الأخرى، يعني 10 دول عارضت ذلك و20 أو أكثر امتنعت. إذا هناك عدد كبير من الدول التي يمكن أن تتعاون ويمكن أن تدعو الولايات المتحدة. لا نعلم حجم التعاون الممكن، لكن موقف هذه الدول مهم ويمكن البناء عليه من خلال بناء تحالف، من خلال ربما تكثيف الزيارات، زيارات المسؤولين إلى العاصمة الأمريكية في توجيه رسائل، ربما التصعيد الشعبي بكل هذه الدول قد يساهم في وضع الولايات المتحدة أمام صورتها. هي تضررت بشكل كبير، كل ما حاولت الولايات المتحدة أو الإدارة الحالية ترميمه بعد الضرر الذي تسبب به ترامب للولايات المتحدة، دمرته الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والموقف الأمريكي الداعم لها. ربما أيضا هذا مدخل مهم يمكن للدول كلها إذا تم العمل على إقامة نوع من التحالف أن تؤدي إلى ضغط أو تشعر الإدارة الأمريكية بأنه من الممكن أن تغير موقفها الداعم لإسرائيل وتسرع في إنهاء الحرب. أشكرك جدا جدا أستاذ خلدون البرغوثي، الصحفي والخبير في الشؤون الإسرائيلية، محدثنا من رام الله فلسطين المحتلة. طيب أنا يمكن هقول لك اللي بيجرى في بالي بقى. لا يجب التعويل على أي قوة دولية بأي حال من الأحوال على إنها تساعدنا في حل القضية. وهناك قوة دولية ضخمة جدا موجودة في العالم لديها مصالح مشتركة مع إسرائيل، بل وأنه بعضها هو الشريك التجاري الأكبر لإسرائيل ومش الولايات المتحدة الأمريكية، وما تحركوش ومش هيتحركوا، ده على بلاطة كده. طيب
هنيجي نشوف الموقف المصري، الموقف المصري شديد الوضوح، يقف على مبدأ واضح، ويمكن سبق واتكلمت في ده عشرات بل مئات المرات على مدار 69 يوم اللي فاتوا. لو حسبناها ان في كل يوم كلمت فيهم 3-4 مرات، احسب انت اعمل الضربية بتاعتك. تمام؟ اذا هل جو بايدن مستعد لوقف الحرب؟ جو بايدن لا يريد ايقاف الحرب، لا يريد ايقاف الحرب خالص، هو يريد لإسرائيل أن تخرج ولو شكليا كده منتصرة، فهيفضل مستني حتى تستطيع إسرائيل أن تعلن انتصار ما. لو تتذكر قلت لحضرتك قبل كده، إسرائيل عايزة يتجيب القياديين التلاتة على الأرض، يتجيب واحد منهم لا قدر ولا كان جثة هامدة ويتم استعراضها، أو عمليات خاصة تنزل تجيب مجموعة من الأسرة وترجعهم، ويبقى بصوا احنا شطار اهو. ده اللي إسرائيل عايزاه ومش عايزة غيره حتى تتوقف. ليه؟ لأنه بنيامين نتنياهو وحكومته المتطرفة، وزي ما ذكر أستاذ خلدون، هم مجموعة من الحريديم شديدي التشدد، شديدي التطرف، فمش هيتوقفوا غير كده، ده من وجهة نظرهم. والأمريكان مستعدين لده، بالنسبة لهم يا سلام سلم. ساعتها يبقى نوقف الحرب، ويبدأ بايدن يفكر في الوضع الداخلي بتاع الانتخابات بتاعته ومؤشراته وما إلى ذلك، فيبقى عمليا بيرضي الداخل بتاع اللوبي اليهودي اللي موجود جوه، اليهود الأمريكان هيبقى بيرضيهم، شفتوا أنا تمام الحرب استمرت لحد ما أنتوا عملتوا اللي أنتوا عايزينه أو إسرائيل عملت اللي هي عايزاه فأنا كده تمام. وقدام المناهضين لفكرة الحرب ودعم الولايات المتحدة الأمريكية للحرب، شفتوا أنا وقفت الحرب أهو، فيبقى إيه؟ يحاول يشتغل على رفع مؤشراته قدر الاستطاعة. السؤال دايما أنا فين؟ أنا هنا مش مصر، مصر واضحة، أنا فين؟ أنا المجتمع العربي، العواصم العربية كلها دون استثناء، إحنا فين؟ وعايزين إيه؟ عايزين نوقف الحرب؟ ايوه طبعا يا يوسف. طب ما يلا، احنا من اكبر الشركاء الاقتصاديين للامريكان، احنا كلنا 22 دوله. هو قرار، هتيجي تقول يعني نوقف استثماراتنا بكره؟ مفيش حاجه اسمها نوقف استثماراتنا بكره، المساله مش سحبه نبوت، لكن هي تنبيه الامريكان، تنبيه واضح، تحذير، التيميتم، يا تنتن يا تنتن، يا جماعة هتوقف ولا أبدأ أخد خطواتي؟ والأمريكان لو استشعروا أن المجموعة العربية بالتحديد، مش بقولك العربية والإسلامية، المجموعة العربية بالتحديد، لو استشعروا أنها هتنفذ الكلام كله هيرفع إيده لفوق ويسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. خلونا نروح لفاصل ونرجع نكمل الكلام. ازاي حضراتكم عاملين ايه؟ بقى يوسف لما يسعد تحديدا، محدش يزعل من يوسف، لما يسعد يجيله اتنين صحاب واصدقاء في ليله واحده فيا بختي. احنا هنتكلم في فقرتنا دي على الانتخابات الرئاسيه، القراءه في المشهد الانتخابي، اسباب هذا المشهد، دلالات هذا المشهد، الدروس المستفاده بالمناسبه من هذا المشهد، مين اكثر المستفيدين من هذا المشهد الانتخابي. خلوني ارحب بحضراتكم كما جرت العاده، وطبعا ارحب بكاتبنا الصحفي الكبير استاذ عادل السنهوري، منورنا. الاحوال كله تمام؟ الله يخليك يا زيزو. كاتبنا الصحفي الكبير ورئيس تحرير جريده الوطن، صديقي حبيبي مصطفى عمار، منورنا استاذ يوسف. يعني سعيد ان انا معاك، وسعيد ان انا مع استاذ عادل السنهوري استاذنا. يعني هحط قاعده واحده، لا خلوها قاعدتين. القاعدة الأولى أنه أنا من ناحيتي هستأذنكم ارفعوا ارفعوا الألقاب، أنا يوسف أخوكم الصغير، رفقكم وصديقكم. والقاعدة الأخرى أنا من الناس اللي ما بتحبش أسأل سؤال يمين وسؤال شمال، أنا عايز نبقى في تشابك دائما في البتاع، يبقى لطيف جدا وده أجمل حوار. يا بختنا. إذا هبدأ بأستاذ عادل، المشهد الانتخابي، قراءة في الكثافة، أسباب ودلالات مبدئيا. طيب خلينا نقول انه احنا لازم نراه من عده زوايا المشهد، وايه اللي ادى الى ده، لانه يعني فكره ان انا اراه بكتله واحده وجمله واحده دي صعبه شويه. يعني انا عندي اداره انتخابيه حصلت على صك يعني النزاهه والشفافيه في اداره العمليه الانتخابيه. حلو.
من هيئة تم تشكيلها وكانت مكتسب يعني ديمقراطي رهيب جدا في دستور 2014 ومارست عملها من 2018، ثم وصلنا بالتطور إلى هذا المشهد. فبالتالي نمرة واحد، الإدارة الانتخابية في التراكم وصلنا لهذا المشهد، ونطمح أيضا لاستمراره لمزيد، لأنه أعتقد أن أنت بتدير عملية انتخابية ده في بلد زي مصر، ده مسألة في سنوات قليلة جدا، ويحصل هذا التطور اللي يشهد به كل الهيئات والمؤسسات الدولية والأهلية اللي كانت بتراقب الانتخابات بما فيها 4 سنوات دبلوماسية. فأعتقد أن أنا يجب أن احنا نرفع القبعة للهيئة الوطنية للانتخابات في إدارة هذا المشهد، أن هذا مكتسب لن نتخلى عنه بعد ذلك، لأنه بالفعل أعطى صورة مميزة جدا وصورة مشرفة لمصر في الخارج في كيفية إخراج عملية انتخابية بعد ميراث أنت عارفه كويس أستاذ يوسف في سنوات سابقة عن كيف تدار الانتخابات في مصر. ولذلك العالم كان يراقبك كيف تدار الانتخابات رغم السنوات القليلة، لأن أنت أستاذ يوسف عارف أستاذ مصطفى أنه الممارسة السياسية والديمقراطية بتأتي عبر تراكم من السنوات، لكن أنت عشان مصر أنت في سنوات قليلة في 5-6 سنوات قدرت توصل لهذا المشهد من إدارة انتخابية. ده نمرة واحد. نمرة اتنين في موضوع الكثافة. تصوري أنه هذا لم يكن مفاجئ. تصوري اللي يرى مواقف الشعب المصري في سياقها التاريخي دايما يدرك أنه هذا الشعب دائما يكون من أوائل اللي واقفين في الصفوف الأولى دفاعنا على هذا الوطن، عندما يدرك الأبعاد السياسية والاقتصادية والأمنية والتحديات اللي واجهها الوطن رغم كل شيء ويعلو فوق معاناته، ويصبح الوطن هو الصورة اللي موجودة أمامه وليس أي شيء تاني. يعني أنه يعلو فوق معاناته ومشاكله الاقتصادية، لأنه الكثيرون راهنوا على عزوف الشعب وعدم خروجه لأنه مطحون في أسعار ومطحون في مشاكل اقتصادية وهو الآخر، لكن لا أعتقد لم يقرأوا سيكولوجية الشعب المصري كويس، ولم يقرأوا تاريخه الممتد معاه عبر آلاف السنين باستحضار مشاهد قريبة حتى على الأقل، مش هقول مشاهد من التاريخ القديم. فبالتالي أنه هذا الشعب اللي عانى كثير جدا في حقب زمنية كثير لما كان الوطن بيتعرض لمخاطر بالتالي كنت تلاقيه يتلون بلون العلم واقف تحت راية العلم رقم واحد في الصورة. فده ما كانش مشهد مفاجئ بالنسبة لي، إنما كان يعني فكرة هذا الإقبال وهذه النسبة ربما كانت تكون هي المفاجأة. المؤشرات لسه ما فيش أرقام لسه هتعلم من الهيئة تأكيد، لما المؤشرات أعتقد إن المشاركة زادت عن 65%. يعني المؤشرات بقول الأولية إن ده تبقى لبعض ما أعلن بعد ما أعلن يعني خلينا المشاركة دي أعلى نسبة في تاريخ الانتخابات. خلينا مصطفى نقول مبدئيا هنوصل ما بين 50-60، هذه نسبة قياسية ونسبة صحيح. تاريخية من وجهة نظر هيبقى من الصعب بعد ذلك أنها تتحقق في المرحلة الجاية. حلو، أنا عايز النقطة دي بقى عايز أرجع فيها لمصطفى بعد إذنك، أنه مسألة زيادة أو كثافة المشاركة معدلتها إلى آخره، احنا دايما نقول انه الديمقراطيه حاله ممارسه صحيح، لازم نمارس العمل الديمقراطي صحيح. بشكل عام وناخد بعضنا في هذا المسار، وده بياخد طول الوقت مما لا شك فيه سنوات، هي ما هياش وليده لا قرار ولا شهر ولا اسبوع. بتشوف يا مصطفى انه هذا الاقبال لانه المصريين طواقين للممارسه الديمقراطيه، ولا ممكن اعرف كده زي مسائل الرياضيات بتاعت زمان هفتح قوس واضرب فيها انه معدل الوعي لدى المواطن المصري في حاله ازدياد؟ صحيح، يعني اعتقد ان المشاهد دي اللي احنا تابعناها لازم نسال نفسنا سؤال انت طرحته دلوقتي يا يوسف، ليه المصريين نزلوا بهذه الكثافه؟ ونلاقي اجابه متلخصه على خصالك في 3-4 نقاط انا توقفت امامها. ماشي، اول حاجه انت فتحتها دلوقتي في الحديث هو الوعي. المصريين زاد وعيهم بنسبة كبيرة جدا خلال السنوات 3 الماضية. طول الوقت الدولة المصرية بيتم محاربتها من إعلام موازي وإعلام معادي بالتقليل من المنتج أو من حجم الإنجاز اللي الدولة بتقوم فيه على مدار 8 سنوات
مشروعات بنية تحتية، مشروعات إقامة مدن جديدة، الحماية الاجتماعية في حياة كريمة والتحالف الوطني، الكثير من المشروعات. ولكن في الآخر بتيجي بتلاقي جماعة أو بتلاقي يعني فئة تحارب هذا الإنجاز وتقلل منه وتلخصه في أنه هو مشروع طرق وكباري فقط. أنتوا عاملين إيه بالعاصمة الإدارية الجديدة؟ أنتوا ما عملتوش غير كباري. الوعي هنا زاد من الإعلام، لأن الإعلام أعتقد أنه على مدار الثلاث سنوات الماضية قدر يكون جبهة قوية جدا ويكون لي يعني وجه قوي يواجه به الإعلام المعادي ويدافع به عن مقدرات الدولة وحدودها، ويقدر يعني خليني أقول لك إن إحنا آخر 20 سنة كنا عايشين في مرحلة نعاس إعلامي، هسميها كده معاك نعاس إعلامي. سبنا كيانات أخرى ودول أخرى تتحكم في مصير باقي الدول وسبنا لها الساحة الإعلامية فاضية. وهم يروحوا يملأوا فراغات. يملأوا فراغات، ملأوا طبعا فراغ كبير وحددوا مصير دول وحددوا مصير حكام. مصر في 2023 قدرت إن هي تعلن عن يعني درع وسيف وإعلام. درع وسيف وقلم. وقلم، خليها وقلم. أنت قادر تدافع عن مقدراتك. خلينا نتكلم عن آخر 4 شهور تحديدا، يعني بداية من مثلا إن أنا الجولات السيادة الرئيس قام بيها علشان يتفقد المشروعات القومية. الإعلام كثف الرسالة الإعلامية بتاعته، فقدرنا نشوف المواطن اللي ما كانش بيسمع للإعلام المعادي اللي قادر يوصل للمواطن بشكل أكبر وأوسع عبر المنصات والتمويلات. قدر يشوف الراجل مش عامل كباري بس، الراجل لم مش منجزه العاصمة الإدارية الجديدة. الرئيس ده بيفتتح مشروعات، ده بيستصلح أراضي زراعية، ده عامل 2 مليون فدان، ده بيبني مصانع. في حركة، فقدرنا نشوف دوت، وتوج بمؤتمرات حكاية وطن. طب نشوف بالصوت والصورة وسيادة الرئيس قاعد يتحدث عن ما قدمه للمصريين خلال 8 سنوات. الوعي ابتدى يزيد، وفجأة حصل 7 أكتوبر، قمنا كلنا من النوم على يعني العملية التي قامت بها يعني جماعة حماس داخل قطاع غزة والأسرى الإسرائيليين، والعالم كله فجأة يوسف انتفض للدفاع عن إسرائيل، وكتم الصوت المصري والعربي والإسرائيلي، مفيش حد بيسمع غير يعني الحديث الإسرائيلي، وتم ارتكاب مجازر. وانت اتكلمت في دوت على مرأة ومسمع من العالم، والعالم لا يرى لا يسمع لا يتكلم. هنا الإعلام المصري اللي قدر يستجمع قواه في آخر 3 سنوات أو 4 سنوات قدر يغير دفة الوعي، ان احنا نعرف ان في مخطط للتهجير. يوسف الحسيني كل يوم بيتكلم عن مخطط في التهجير، ايمان الحصري، استاذ اسامه كمال، استاذ لميس الحديدي، استاذ عادل سنوري بيكتب في اليوم السابع الوطن تقوم بدورها. اليوم في تكاتف وفي تكامل، كلنا على قلب راجل واحد صح. علشان المواطن ابتدى الوعي يزيد. طيب النقطه الثانيه، احنا عندنا السنه دي في الانتخابات انضم اكتر من 5 مليون شاب لقاعده الانتخابات الرئاسيه. الشباب ده هو جيل السوشيال ميديا، هو جيل البحث والمعرفه. احنا كنا عشان نروح زمان جيل احنا 40s، مش عايز اكبر نفسنا انا وانت، لكن عشان نعرف معلومه كنا بنروح ندور عليها في المكتبه في الجامعه ونروح ارشيف دار الهلال احنا دلوقتي الابن عنده 10 سنين يضع سؤاله على جوجل يجيبه في اقل من جزء من الثانيه. الناس دي عرفت كل حاجه، عرفت يعني ايه ناس متربصين بالدوله، عرفت يعني ايه قطعه من ارض مصر يراد اقتطاعها لمنحها لشعب شقيق وهو على دماغنا، ولكن ده يمثل خطورة على حدود وعلى الأمن القومي المصري. الوعي زاد، المصريين عندهم مشاكل أكيد، إحنا مش في سويسرا، عندنا مشاكل، عندنا مشاكل اقتصادية، عندنا سلع ناقصة في السوق، عندنا حاجات كتير جدا زي دول العالم الكتيرة مش إحنا بس. الحرب الأوكرانية ألقت بزرارها طبعا. ثم أزمة كورونا، عندنا أزمات ولا نجل إن إحنا نتكلم فيها أو إن إحنا نكاشف بيها سواء رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة، وبنطلب إصلاح عاجل ليها، لأن المواطن البسيط في الآخر هو عايز يعيش إزاي. يعني هم المواطن يا يوسف هو هيعيش ازاي، هياكل ويشرب منين، احتياجاته هتكون فين. كل ده سقط امام حرب قطاع غزه، لان الناس بقت قادره ان هي تتخلى علشان تامن حدودها، عشان ما تفرطش في سيناء، وعشان تدخل مساعدات. انت كنت يعني في احد الجولات ليها لقطاع غزه، انا مش هاكل واشرب بس اخواتي هناك ياكلوا ويشربوا، فسيل من المساعدات. ده رفع نسبه المشاركه اللي انت شفتها في 2023. عايز اقول كلام مصطفى، كلمه مهمه جدا، الحكاية انه طوال الوقت في الازمات الاقتصادية وما يحدث انه حاول اعلام الشر انه يمصر هذه المشاكل.
باعتبارها مشاكل وازمات محليه لا علاقه لها بالعالم لا في مصر ده درجة انهم صوروا انه حتى جائحه كورونا هي طالعه من مصر انه الاسعار ما فيش اسعار في مصر ازمات ما فيش ازمات في مصر الدول ما بتستدينش غير مصر بس بتستدين الناتج المحلي اللي هو في بلاد اكثر منك تقدما اللي هو اقل بكثير جدا من فوائد الديون الا في مصر فحاولوا تمصير ده علشان كده بقول ان الخروج ده كان لطمه قويه جدا صحيح. كانت هزيمه قويه جدا لهذا التمصير مش عايز ابخس برضو عشان بعد الخارجي مهم جدا في خروج المصريين لكن كان في بعض مش عايزين ننساه لانه من وجهه نظري انت لما تيجي ترسخ قيم الانتماء والولاء الوطن مش بالكلام في حاجات حصلت على الارض مش عايز اقول المبادرات الرئاسيه من الرئيس نفسه رسخت ده فكره الاهتمام بالشباب صحيح. ما كانش مجرد شعار بالعكس تمكين الشباب واللي احنا بنشوفه دلوقتي في كل الاثر الايجابي للمشروعات القومية صحيح تمكين المراه مش عايز اقول بقى المكتسبات وتمكين حقيقي مش شكلي ولا ظاهري ولا ورده في عروه الجاكيته ادي واحد بتتكلم وفاكر عامل مراه وعامل صحيح. اهتمام بفئه ذوي الاعاقه او اصحاب الهمم صحيح. اللي السنه دي انتخبوا كان هناك تسلسلات للعالم في ناس ركزت على هذا المشهد الانتخابي العظيم حضاري. في بالظبط السلوك المتحضر لذوي الهمم اللي اتعملت بطاقات لاول مره برايل الانتخابيه فالمبادرات الرئاسيه المشاريع كمان المبادرات الاجتماعيه ساهمت دور يعني برضو التكافل وكرامة صحيح حياة كريمة تحالف الوطن إذن أنت بتقول مشاعر وانتماء كانت موجودة يعني برضو أحد الأسباب بالإضافة للعامل الخارجي طبعا والمخاطر الخارجية لكن برضو ما حدث في الداخل ده ساهم برضو في مسألة أن هناك ثقة في هذا المسار السياسي أن احنا لازم نخرج صحيح. وتصويتنا مش تصويت فقط لاختيار الرئيس أنا بصوت على مسار سياسي أثبت بالفعل رغم كل التحديات والصعاب خلينا نعترف أنه أي دولة في ظروف اقتصادية لمصر لو كانت واجهت هذه التحديات من جائحة كورونا إلى الحرب الأوكرانية وأنت عارف الحرب الأوكرانية الروسية أكثر دولة تأثرت بها إحنا لنعنى من صحيح. أكثر الدول المستورد للأمن المحاصيل واخد بالك ثم تأتي بعد ذلك الأزمات الاقتصادية وأزمات التضخم ومن آخره ثم الحرب اللي على حدودك وانت اصلا عايش في طوق نار طيب يعني سواء جنوب او فبالتالي انا اعتقد مثل هذه ايضا المبادرات الداخليه من القياده السياسيه ساهمت ايضا صحيح. في ترسيخ مشاعر الوعي والانتماء لان الناس تروح وتصدق وتصوت على استكمال المشروع انه هذا المشروع التنموي لازم يكمل لان المشروع التنموي في شيء مهم جدا وهسيب لك الكلمه لا خالص انه في كمان فكره التنميه مش اقتصاديه فقط غيرها تنميه اجتماعيه وسياسيه والتعدديه اللي حصلت المره دي هنبني عليها وممكن نفسر فيها ده كان الحته اللي انا كنت هقولها دلوقتي قبل ما اطلع الفاصل انه ويمكن ده يبقى محور للنقاش بعد ما نرجع مساله هي ان المصريين واثقين في الاداره فيما يتعلق او القياده السياسيه فيما يتعلق بكل ما هو في الملف الداخلي والملف الخارجي وما الى ذلك بس لما كنت تيجي تتكلم مع المصريين عن الديمقراطيه وعلى التداول الديمقراطي وعلى الحركه الحزبيه وعلى الراي فيفضل ساكت كده يقول لك طب فين ما انا مش شايف الاحزاب طب فين انا بظن انه من ابريل 22 مع اعاده تفعيل لجنه العفو ثم أيوة. اطلاق الحوار الوطني ثم يشوفوا بعد كده ان هناك مرشح آت من قلب المعارضه المصريه معارض شرس وشريف شيوعي صحيح هو دلوقتي يصلوا خلينا نتوقف شرس وشريف شرس ودفع ثمن معارضته صحيح. من حياته وحريته قبل كده طبعا. فهنا أصبح في مساحة واسعة جدا من الثقة واليقين بأنه لا هو بجد نظام الحكم عاوز مسار ديمقراطي وعاوز تعددية صحيح. وما إلى ذلك أنا هعتبر أنه ده طرح يصححني فيه ضيوفي الكرام استنونا بعد الفاصل اهلا جدا بحضراتكم اهلا وسهلا كل الترحيب بضيوفي الاعزاء داخل الاستوديو الكاتب الصحفي الكبير استاذ عادل الصنهوري منورنا والكاتب الصحفي الكبير استاذ مصطفى عمار رئيس تحرير الوطن منورنا وبرجع على الطرح كنا واحنا بنتكلم مع استاذ عادل فانا قلت طيب ما نطرح مساله
جزء من مكتسبات العمل السياسي خلال تقريبا سنة وثمان أشهر لو صح التعبير، بدءا من إبريل 2022 وحتى هذه اللحظة، وفيها مشهد ساطع اسمه الانتخابات الرئاسية. هذا السطوع أنا حسيت، مجرد طرح صححوني لو أنا غلطان، حسيت أنه جزء منه هو المجتمع يثق فأن هناك مسار ديمقراطي واضح في تعددية حزبية وتعددية أيديولوجيات وحرية في الرأي وفي التعبير، الذهاب إلى مراكز الاقتراع، اختار فريد زهران، اختار حزم عمر، اختار عبد السنة دي، مع حفظ اللقب والاحترام والتقدير لكل، اختار المرشح عبد الفتاح السيسي، أنا حر. صحيح. إن النهاردة في الوطن عملنا عنوان يعني يلخص ما تقوله، ثلاثة أيام من الديمقراطية في الجمهورية الجديدة. زملائي في الوطن عاملين ملف عن ما تصفه الآن يا يوسف، ثلاثة أيام من الديمقراطية في الجمهورية الجديدة. لأول مرة تفرز الانتخابات الرئاسية أربعة مرشحين، يقف خلف كل مرشح منهم حزب سياسي، حتى المرشح السيد عبد الفتاح السيسي يقف في بعض الأحزاب أعلنت دعمها لي زي حماة وطن و لكنه مرشح مستقل. صحيح، مستقل ولم ينتمي لأي حزب، ولكن صح. أنا بكلمك عنها حزبية، في حزبين كبار جداً، مستقبل وطن وحماة وطن، أعلنوا دعمهم الكامل للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي. نأتي للمرشح الآخر حضرتك كنت بتتكلم عنه، الأستاذ فريد زهران اليساري، يعني الشريف والشرس جدا، ومن يعني من أقوى المعارضين للنظام المصري. ولكن عشان الناس تفهم يعني إيه معارضة، جماعته أو هو لم يفكروا في حمل السلاح في وجه الدولة أبدا، لم يخرج ليقتات في الخارج من معارضته، لم يتآمر على الدولة يعارض من أرض مصر، يقول رأيه في الرئيس عبد الفتاح السيسي من داخل حدود أرض مصر، يشتبك مع قرارات الرئيس من داخل حدود أرض مصر. حضرتك لسه ضرب لي مثل في أول جلسة في يعني الحوار الوطني، فهو رجل شريف طبعا، فنحترم ونقدر طبعا. ينتمي لحزب المصري الديمقراطي، أعلن تضامنه معاه العديد من أحزاب المعارضة في مصر. فهو إيه اللي بيحصل؟ معارض وشرس ومرشح لانتخابات الرئاسة المصرية في مواجهة رئيس الدولة ويساري، ويساري كمان ألف حمد وشكر الأستاذ حازم عمر. يعني الحزب بتاعه عنده 50 مقعد داخل مجلس النواب، عامل تحالف مع مستقبل وطن، قدم أطروحات عظيمة جدا في برنامجه السياسي، رؤية اقتصادية وسياسية. صحيح. قدر يجذب قطاع كبير جدا من الناخبين ومن الشباب، وعمل مؤتمرات صحفية الشركة المتحدة في المبادرة بتاعة الميت دقيقة لكل مرشح، قدر الناس تعرف حازم عن قرب، المرشح الرئاسي حازم عن قرب. فأدي تالت الوفد العريق لسه بنتكلم عنه بتاريخ طويل من العمل السياسي، طويل بغض النظر عن يعني ما يعيشه الوفد خلال السنوات الأخيرة، وده يحتاج تنظيم أكتر، ويحتاج نظرة يعني من جمهور الوفد والمنتمين للوفد، لأن الوفد المفروض مكانته أكبر طبعا وأعمق من كده في شارع المصري. أنت قدام أربع أحزاب أفرزهم الحوار الوطني اللي حضرتك قلت عليه، فالأول مرة أربع أحزاب تتنافس بشراسة على مقعد الرئاسة، ده جديد على مصر، يمثل الجمهورية الجديدة، أعتقد أن هو جديد ولم يحدث من قبل، وليست مسرحية هزلية زي ما بيروج البعض، لا، في انتخابات حقيقية. بيانات يعني فريد زهران اللي أصدرها أمس تؤكد أن الراجل يعني يحترم العملية الانتخابية، وبيقول ان ده مسار حقيقي للديمقراطية في مصر. لما فريد زهران يقول كده احنا لازم يعني فريد زهران مش بالضرورة نأمن، بس هنبقى اكيد سعداء بان دي وجهة نظر معارض شديد الشراسة شديد الشرف. انا يعني هرجع ورا شوية. ماشي اتفضل. اتكلمت عن مسار الديمقراطية، هو 2016 لما في مؤتمر شرم الشيخ منتدى الشباب، لما يقعد حاكم الدولة وفي مقررات بتتقال من المؤتمر، وانه رئيس الدوله يقول لك هذه القرارات تتحول الى قرارات فورا، مقررات تتحول الى قرارات. مؤتمر الشباب. مين اللي اعتدنا قبل كده على مين؟ انه رئيس الدوله حاضر وفي قرارات بتتاخد ربما لا ترضى عنها الحكومه، ورغم ذلك انه الرئيس يقرر ان هذه المقررات هي قرارات واجب تنفيذها وتشكل لجنه، ونتج عنها على سبيل المثال لجنه العفو. صحيح. واخد بالك؟ لما رئيس دولة هو اللي يبادر بإجراء حوار وطني يضم كل الأطياف السياسية، معارض وغير معارض ومستقل وأفكار مختلفة. النبي حط الجملة بتاعت جميع الأطياف السياسية
باستثناء من حمل سلاح مدرج. انا بحب الجزئيه دي. ما هو انا سنه ليا موقف معروف ما تمش دعواتنا ليه. ما تمش دعواتنا ليه. لو انا حبيت اضيف جمله واحده صغيره. حضرتك بتقول يا استاذ عادل احنا بنتكلم مع رئيس دوله في عز اوج استقراره قوته انتصاره على الإرهاب. أيوة. بنى مسار اقتصادي شديد الوضوح والرصانة والاستقرار بشهادة العالم. لا صحيح. أي حد تاني في الدنيا ممكن يبقى مش محتاج الحوار الوطني. أقول لك سياسة وجع دماغي. لكن رغم ذلك إنه هو كل القرارات اللي تتعلق قرارات سياسية كان مقررات سياسية في مؤتمرات الشباب أو غيره كان يوافق عليها. يدعو إلى حوار وطني. هل أنت تضامن إن هذا الحوار هيحصل فيه ويكون ليه نتائج؟ ورغم ذلك يلتزم حتى قبل جلسات الحوار الوطني انه اي قرارات في اطار سلطات الدستوريه هيلتزم بتلتزم بتنفيذها. فبالتالي ان اذا انت قراءتك كده لهذا الحاكم انه لا لدي الاصرار على استكمال صحيح. مسيره التنميه الشامله بما فيها التنميه السياسيه طبعا. بما فيها التنميه لان التنميه الناس فكراها اقتصاد. لا التنميه الشامله بما فيها التنميه السياسيه. ووجهه نظري اصرار القياده وعزم القياده على ضروره اقامه الانتخابات واجراء الانتخابات في هذه الظروف يصب في هذا المسار ايضا يا يوسف انه احنا على ابواب مسار سياسي. الحاجه الاخيره اللي عايز اقولها فكره التنوع الحزبي. يعني ما عندي ثلاثة من الأحزاب هل ده مش مغري للأحزاب بعد كده الباقي؟ احنا عندنا 105 حزب انه رؤساء الأحزاب الثلاثة طلعوا في الإعلام خدوا كل المساحات الزمنية خدوا كل الفرص المتسابقة وعملت معركة حلوة صحيح وتعرضوا برامجهم وجولاتهم متصورة والمؤتمرات الجماهيرية اللي عملوها. هل ده ان ده مش ولادة جديدة من وجهة نظري للحركة الحزبية في مصر اللي احنا تصورنا ده صحيح. فكرة انه في كل الاحوال الاقتراع خلص في كل الاحوال الهيئة الوطنية الانتخابات هتعلن لنا النتائج وما الى ذلك يوم 18 وهيتم الاعلان بالضبط يوم 18 الاثنين الجاي ان شاء الله عن اسم رئيس مصر القادم بامر الله. The day after tomorrow ماذا بعد؟ العمل السياسي الحياة الحزبية هل هنقدر بقى انا بتكلم على الاحزاب الدولة انا في رأيي عملت اللي عليها الاحزاب بقى تعمل ايه؟ الدرس المستفاد استغل القصه دي ازاي؟ الاحزاب شافت الطريقه الصحيحه للوصول الى المصريين بعيد عن النضال الحنجوري. حلو. انت يعني تدرك ما هو النضال الحنجوري. عرفت ان الشارع هو الطريق الوحيد للتواصل مع الجمهور ليضمهم للاحزاب. عندك يعني بعد انتهاء الانتخابات الرئاسيه في حدثين مهمين جدا المحليات وانتخابات مجلس النواب صحيح خلال عام من الآن. أعتقد أن فرص الأحزاب المصرية كلها متساوية وعندهم فرصة كبيرة خلال العام دوت أن هم يبنوا علاقات ويحشدوا علشان نشوف مجلس نواب مساحة الحركة مفتوحة صحيح مفتوحة وهو ده الإفراز أو النتاج الطبيعي لبناء يعني دولة جديدة أو جمهورية جديدة تقوم على التعددية الحزبية. الأحزاب كلها عندها فرصة للعمل العام للتواصل مع الشباب لجذب الشباب لبرامجها. أنا لسه بتكلم معك على الوفد. أعتقد أن الوفد محتاج في خلال العام دوت إعادة هيكلة وإعادة صياغة لعلاقته بجيل الشباب. طب هسألك سؤال على خلفية اللي أنت قلته على ملاحظة الوفد. هناك بعض الأحزاب أحزاب المعارضة والشخصيات العامة المعارضة خدت قرار أنها لا تتفق مع الأستاذ فريد زهران وأنها لا توافق عليه وأنه لا يمثله. أنا بقى هنا هسأل تعتقد أن هم واقفين في الجانب الخطأ من التاريخ أو أنه آن الأوان ليراجعوا نفسهم لبناء تكتل معارضة أكثر اتساعا؟ مش لو كانوا وقفوا مع الأستاذ فريد كان ممكن نشوف يمكن شكل مختلف من التصويت أو عدد مختلف من التصويت. أنا لا أستبق النتائج لكن بفكر معاك بصوت عالي. أعتقد أن هم الآن يشعروا بندم كبير لأنهم خذلوا فريد زهران وخذلوا يعني أحزاب المعارضة الباقية اللي شاركت مع فريد زهران. اللي أنت بتقوله ده كان هيمنح فريد زهران مزيدا من الأصوات مزيدا من التواجد في داخل صناديق الاقتراع لكن هم تخلوا عنه لأسباب يعني أنا مش قادر أفهم تصورها يوسف إيه؟ ولا خذلوا نفسهم. يعني أنا في رأيي أن أستاذ فريد
فائز فائز كفريد زهران السياسي صحيح. فريد زهران رئيس الحزب صحيح. انه اللي انا عملته ده جهدي انا والعدل صحيح. وبعض الشخصيات العامه صحيح. اما من اتخذوا قرارا بالابتعاد بل والهجوم خذلوا نفسهم وضيعوا نفسهم ده صحيح. اعتقد انه من اكتر الايجابيات حقيقه يعني في هذه الانتخابات هو انه ده هيدي دفع للاحزاب اللي دخلت وهيخلي اللي دعوا للمقاطعه او دعوا التخلي ان هم يراجعوا موقفهم مره تانية، لانه اعتقد انه هذه اللي حصل بالتعدديه دي بالممارسه دي بالمساحه الحريات الكبيره جدا دول للمرشحين هيخلي كثير جدا يراجع موقفه، لانه بالفعل ما تحقق لتحديد الحزب الشعب الجمهوري والمصر الديمقراطي كثير جدا، وانا اعتقد انه ده محتاج قراءة منهم علشان يقدروا يبنوا عليه، لانه الناس شافتهم اتعرفوا حصلوا صحيح. على نسبة لا بأس بها حسب المؤشرات من الاصوات، ربما قد تكون مفاجأة لكثير منا واخد بالك في المجمل النهائي هتبقى اصوات كثيرة جدا، بالتالي تستطيع ان الحزبين دول اكتر حزبين فازوا في هذا صحيح. السباق وهيجدوا ثمار ذلك صحيح. واعتقد انه ده هيخلي الاحزاب او المواقف الاخرى تراجع نفسها والاحزاب العريقه تعيد تاني مره تانيه تراجع موقفها وتعيد تاني تجديد شبابها، لانه بالفعل من وجهه نظري الفائز في هذه الانتخابات التجربه الحزبيه على الجانب الحزبي يعني دول اكتر ناس كسبانه. طب انا فاضل لي دقيقه ونص طيب. مصطفى لو واحنا بنستكمل الحته بتاعت اعاده مراجعه المواقف ولا اعاده البناء ولا اعاده اصطفاف المعارضه، يعني زي ما تشوف الثلاث اشياء مع بعض. نحن لازم يعني لازم احزاب المعارضه توحد صفها عشان تكون هي الكاسب يعني الكسبان الاكبر الرابح الاكبر صحيح زي بتاع زمان صحيح في الانتخابات المحليات القادمه ومجلس النواب لازم يلاقوا صيغه يتفقوا عليها. انت عارف ان بيحصل سخريه منهم من مواقفهم المختلفه دائما زي ما الدراما والسينما دائما لن يتفق شيء مؤلم ففكره ان احنا ان هم يقعدوا مع بعض ويوحدوا الصف يا يوسف هيكون ليهم اعتقد مقاعد اكبر داخل مجلس النواب القادم صح، وهو ده اللي بيطمحوا ليه. يعني اعتقد ان المعارضه طول الوقت بتبحث عن مقاعد اكثر داخل مجلس النواب علشان تعبر عن رايها وعلشان تعارض القوانين التي شغلتها كده لا تسعى للحكم لا تسعى للحكم انا انت يعني شغلتها انها صحيح. تسعى تصل صحيح. الى اغلبيه صحيح. في يوم من الايام يبقى في حد من عندهم يبقى صحيح. هو مرشح للرئاسه زي صحيح. ما حصل دلوقتي في وقت من الاوقات يبقى رئيس الجمهوريه صحيح. شغلته صحيح ده هيحصل وفي يعني تفتت وفي صراعات وفي اختلافات كبيره في وجهات النظر ولا هيحصل بالاتفاق؟ اعتقد ان الاتفاق هو الحل الوحيد للمعارضه والحركه المدنيه في مصر للتواجد بشكل مشرف داخل مجلس النواب في الانتخابات البرلمانيه القادمه. هو محادثه هيشجع ده هيشجع ده بس محتاجين معارضه بادوات جديده استاذ يوسف. طب انا هستاذن بقى ان احنا هنحتاج جزء من الحلقه بس ده لازم اختم لان انا اتفق معاك انه معارضه بادوات جديده برؤى جديده بطرق وتكتيكات جديده تماما لانه كل ما فعل في السابق شيء وليه ظرفه السياسي وما يفعل بدءا من 24 شيء وظرف سياسي مختلف تماما نبني على المكتسب اللي احنا خدناه. اكون متفائلا دائما بس انا عارف المعارضه المصريه يا حزني على كل مش هخليها يا حزني يا فرحتي بالانتخابات هختم بيها فرحتي. خلصت الحلقه لحد كده لكن ما خلصش الكلام. خلوني الاول اشكر جدا استاذ عادل الصنوري على وجودك معانا النهارده نورتني وشرفتني وانا في انتظار الكتاب القادم اللي مش هفصح عن عنوانه الى ان يصدر. مصطفى عمار كاتبنا الصحفي الرائع ورئيس تحرير الوطن والصديق العزيز منور يا مصطفى نورتني وشرفتني واتمنى ان حضراتكم تكونوا ضيوف دائمين عندنا ما تقطعوش لينا بعد اذنكم يعني ثواني يكون كريم رمزي موجود اللي احنا خدنا منه الحلقه امبارح بقى وايه وقعدنا عشان الانتخابات. ادخل يا كيمو وبرنامجه رقم 10. اما احنا لو كان لنا العمر ان شاء الله هقابلكم يوم السبت في نفس الميعاد وبرنامجكم التاسعه. سلامات.